مرحبا بكم في المؤتمر الثامن لمنتدى حوكمة الإنترنت. سنبدأ الآن الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاي جي اف لعام 2015. وفي البداية أود أن أدعو السيد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة إدارة العلاقات الاقتصادية لأن يقدم الكلمة الافتتاحية. تفضل. أصحاب السعادة، السيد وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أصحاب السعادة، سيداتي، سادتي، يشرفني أن أكون مع حضراتكم هنا في مدينة بالي الخلابة في هذا الاجتماع الهام، كما يسعدني ويشرفني أن أقدم لكم رسالة نيابة عن مساعد الأمين العام الذي لم يتمكن للأسف الشديد من الحضور هنا اليوم. نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون، اسمحوا لي أن أرحب بحضراتكم في الاجتماع الثامن السنوي لمنتدى حوكمة الإنترنت، وأتوجه بخالص الشكر لحكومة إندونيسيا ولشعبها لاستضافة هذا الاجتماع الهام. والشكر الخاص موصول للجنة المنظمة الإندونيسية لكل العمل الدؤوب الذي قدمته من أجل تنظيم هذا المنتدى، فشكرا للجنة المنظمة. واسمحوا لي أن نقر كل المانحين في الماضي وفي المستقبل للصندوق، فدون هذا الدعم المالي والمادي والمعنوي ما كان لهذا الاجتماع أن يرى النور، فشكرا لكل من استثمروا أموالهم بصورة مادية أو معنوية في تنظيم هذا اللقاء. وأخيرا وليس آخرا، أود أن أقدر المجموعة الاستشارية للآي جي اف. هؤلاء هم الأشخاص الذين قدموا لنا دعما وتوجيها لهذا المنتدى، والذين قادوا العمل وسيقودوا العمل وسيساعدوننا على إجراء المناقشات. إن الأمم المتحدة تشعر بعظيم الامتنان لكم ولجهودكم، ونحن نرى أنه مع تطور الأمور فإن جهودكم ودوركم سيزداد أهمية، فشكرا لأعضاء اللجنة الاستشارية الموجودين بيننا. أصحاب السعادة، سيدتي، سادتي، اسمحوا لي أن أجدد مكررا دعم الأمم المتحدة لنموذج متعدد الأطراف لحوكمة الإنترنت والذي يمثله منتدى حوكمة الإنترنت. إن هذا التجسيد يظهر في هذا الاجتماع السنوي وأيضا في كل الاجتماعات التي تجرى على مدى العام للآي جي اف. إن هذا المنتدى يواصل دوره كمنتدى للأطراف المتعددة ولوضع سياسات ما بين كافة الهيئات الخاصة بحوكمة الإنترنت. إن هذا التكريس والإخلاص ووجودكم هنا اليوم وبفضل الآلاف الذين شاركوا عن بعد، ونظرا لوجود جهود من السادة المشاركين والمنظمات الحكومية والمجتمع المدني ومجتمع الأعمال ومجتمع الفني والتقني للإنترنت المسؤولين عن إنجاح هذا المنتدى اليوم. وكما تعلمون فإن هذا الاجتماع يمثل السنة والعام الثالث للولاية الخامسة، ففي عام 2015 ومرة ثانية فإن المنتدى سيتم مراجعته من قبل الجمعية العامة، وذلك استنادا إلى المراجعة الشاملة لكل تنفيذ منتدى العام، ومن ثم فإن الجمعية العامة تقف راسخة وراء إنجاح المنتدى العالمي. كما أن البيان
المشترك المؤخر الصادر عن مجموعة الأمم المتحدة لمجتمع الإنترنت يؤكد على ضرورة وجود اتصال ما بين جدول أعمال التنمية فيما بعد عام 2015 وأيضا عملية المراجعة لقمة الإنترنت زائد 15. إن هذا من شأنه أن يخلق تآزر في إطار منظومة الأمم المتحدة بحيث يكون هناك اتساق واتصال بغية تحقيق أكبر الأثر. ونحن نتطلع لأن نعمل عن كثب مع كافة الهيئات الشريكة مثل الأوكتاد واليونسكو والآي تي يو وغيرها من المنظمات حتى نستطيع أن نحقق هذا التآزر. سيداتي والسادة أصحاب السعادة، نحن معا يجب أن نبني جسورا في المناطق التي توجد فيها الفجوات حتى نتأكد تماما من أن الإنترنت هو أداة لدعم السلم والأمان ودعم التنمية والتطور واحترام حقوق الإنسان. ومن ثم فإن وجود حوكمة شفافة وشاملة للإنترنت تعتبر أمرا ضروريا إذا كان لنا أن نبني جسور الثقة وأن نسخر وسائل التقنية حتى يكون هناك مستقبلا آمنا للأجيال القادمة. ومن خلال حوكمة الإنترنت نستطيع أن نضمن وجود بيئة للإنترنت أمينة وآمنة. وبينما يحاول مجتمع الإنترنت أن يحقق أهداف الألفية الإنمائية بحلول عام 2015 وبينما يحاول تحقيق أيضا مخرجات جدول الأعمال لعام 2013 فنحن نحاول هنا أن نؤكد على ضرورة الاستفادة من مزايا التقنية. وهناك 50% فقط من العالم سيكون مربوطا وهناك أكثر من ثلثي هذا الرقم موجودين في العالم النامي غير متصلين بشبكة الإنترنت وبالتالي لا يوجد أي مكان للاتصاق. إن الآي سي تي والإنترنت بصورة عامة يلعبان دورا راسخا من أجل اتصال العالم وخاصة من خلال التأكيد على حرية التعبير وحرية الصحافة. إن هذه الحريات تعتبر أمرا لازما من أجل مكافحة الفساد والالتفات لقضايا المساواة بين الجنسين وأيضا إدراج كافة طبقات المجتمع في المجتمع. لقد أصبحت شبكة الإنترنت قوة حافزة من أجل خلق فرص للعالم العمل وتقديم خدمات عامة والتأكيد على رقي التربية والتعليم وتمكين المرأة ودعم الشفافية وإعطاء الفئات المهمشة مكانا من أجل التعبير عن أصواتهم مما يؤثر بصورة مباشرة على حياتهم. إن تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في حد ذاتها لا يمكن أن تضمن تحقيق أهداف الإنمائية ولكن وجود بيئة للإنترنت قوية والتي يمكن أن يتم التأكيد عليها من خلال مؤتمرنا يمكن أن تسعى إلى تحقيق التكنولوجيا المستدامة والتأكيد على تسخير هذه التقنيات من أجل الجميع. أصحاب السعادة، سيداتي، سادتي، لقد تعلمنا أن الفضاء الإلكتروني بينما يعمل على الإسراع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بعدة طرق فهذا المجتمع يقدم لنا تحديات وفي نفس الوقت فرص. ومن ثم فإن هذا المنتدى قد أصبح أكثر أهمية. لقد كان هناك قضية خاصة بمراقبة الإنترنت ومن خلال الشواغل الخاصة بالأمن العالمي وأيضا بعض الأنشطة الإجرامية ربما قد تبرر بصورة ضيقة أي جهود للإشراف على شبكة الإنترنت ولكن يجب أن تكون في أضيق نطاق وإلا أضرت بالحرية. ربما يكون هناك بعض الشواغل الخاصة بوجود اختراق للخصوصية من قبل الدولة أو من قبل أي أطراف لاعبة أخرى. إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي تم اعتماده منذ أكثر من 60 عاما بما في ذلك المادة 19 والتي تؤكد على أن من حق كل شخص الحق في حرية التعبير والرأي فهذا يشمل الحق في الاحتفاظ بالرأي والتعبير عنه دون وجود أي رقابة أو إشراف بغض النظر عن أي وسيط يتم الإعراب عن هذا الحق في إطاره. ومن ثم فنحن نحاول هنا أن نرسي نوعا من التوازن ما بين الأمن وبين الانفتاح ونظرا لأن الإنترنت العالمي
والذي يتم التواصل إليه من جميع مجتمع الاتصالات يعمل على تحويل عالمنا ويفتح الأبواب ويقوم بتثقيف وتعليم وتقوية المواطنين ويقوم أيضا بحماية المواطنين. ومن ثم فإن سعينا يجب أن يكون الوصول والنفاذ إلى الإنترنت، وخاصة هؤلاء المهمشين يجب أيضا أن نسعى جاهدين من أجل أن نجعل البيانات متاحة للجميع، وأن يكون هناك توصيات من قبل المنبر عالي المستوى فيما بعد جدول أعمال ما بعد عام 2015. نحن بحاجة إلى ثورة في مجال البيانات، فلنواصل العمل سويا حتى نصل إلى اتفاق في الآراء حول كيفية حوكمة الإنترنت بحيث يكون مفتوحا ومتاحا من الناحية الاقتصادية وأمنا للجميع. أتمنى لكم اجتماعا ومنبرا سنويا آخر ناجحا. والآن وطبقا لتقاليد منتدى حوكمة الإنترنت، يشرفني ويسعدني أن أدعو السيد تيتافنو سيمبرينغ رئيس تكنولوجيا المعلومات بإندونيسيا من أجل أن يرأس هذا الاجتماع لعام 2013. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of God Almighty, the Compassionate, the Merciful. Prosperity to us all. Good afternoon, everybody. Excellencies, distinguished participants, ladies and gentlemen. At the outset, let me, on behalf of the government of the Republic of Indonesia and its people, welcome all of you to Indonesia and the island of Bali. It is truly an honor for Indonesia to host the 8th Internet Governance Forum. Likewise, I would like to take this opportunity to express my gratitude. اسمحوا لي أن أنتهز هذه المناسبة لأن أعرب عن خالص تقديري للممثلين الدوليين والمجتمع المدني والمجتمع الأكاديمي ومجتمع الأعمال والقطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع التقني، وأشكرهم لمشاركتهم في هذا المنتدى. اسمحوا لي كذلك أن أتوجه بتقديري للأمم المتحدة ولأمانة الجي إف على تعاونها مع وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجمهورية إندونيسيا في إطار الإعداد لهذا المنتدى. واسمحوا لي أن أتوجه بخالص الشكر للسيد نائب الأمين العام. شكرا لك سيدي على كلماتك الطيبة. يسعدني ويشرفني أن أرأس مؤتمر الاي جي اف لعام 2013، ونحن نتطلع لحوار بناء خلال الايام القليله القادمه. نحن كذلك نتطلع لان يكون هناك دعما يقدم لهذا الاجتماع. الساده الحضور، سيداتي سادتي، ان شبكه الانترنت تقدم فرص كافيه من اجل دعم النمو وإيجاد نوع من الاتصال وتسهيل الاتصالات لمليارات من البشر المستخدمين لشبكة الإنترنت، كما أنها أيضا تعمل على زيادة فعالية وكفاءة التنمية بشكل عام. إن شبكة الإنترنت يعتمد عليها المواطنون على كافة المستويات، الأمر الذي شجع الأمم لأن تجعل شبكة الإنترنت متاحة بصورة أكبر لكافة المواطنين. إن إندونيسيا ليست استثناء عن هذا السعي، بل أصبحنا واحدة من الدول التي لديها أكبر عدد من المستخدمين، وحتى عام 2011 كان لدينا نحو 63 مليون من مستخدمي شبكة الإنترنت، أو هو نحو 24% من إجمالي المواطنين في إندونيسيا. وخلال العقد الماضي فإن حجم المرور في الإنترنت زاد بنحو 2 مليون، وهذا الرقم قد أتى من خلال العدد المتزايد من مقدمي الخدمة المحليين والتطبيقات المحلية في كافة أنحاء الدولة. وبالرغم من ذلك
فإن إتاحة شبكة الإنترنت للمواطنين لا يعتبر الهدف في حد ذاته الذي نسعى إلى تحقيقه، ولكننا عازمون على أن نتأكد تماما وأن نضمن أن تقدم هذه الخدمة بصورة متاحة وبصورة عادلة لكافة أنحاء الجمهورية ولا سيما في المناطق الريفية. كما نتوقع أيضا خلال السنوات القليلة القادمة أن يكون هناك توسع لشبكة الإنترنت من أجل أن يكون هناك دعم للشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم التجارة الإلكترونية بغية دعم التنمية الاقتصادية والتجارية. هذا هو الهدف الأساسي الذي يأتي على رأس قائمة الأولويات حتى نتمتع بالخدمات المقدمة من شبكة الإنترنت سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الأمة. السادة الحضور، سيداتي سادتي، على الرغم من الإمكانات الهائلة لشبكة الإنترنت فإن الاتجاهات الناشئة تقدم تحديات أمامنا، وهذه التحديات نواجهها جميعا اليوم. فإن وجود شبكة متسعة للإنترنت تقدم عدد من التحديات التي تهدد المجتمعات والأمم وقد تؤدي إلى توترات وإلى صراعات بالتبعية، كما أنها تعمل على زيادة الفجوة الموجودة بين المجتمع وبين كافة الأطراف الأخرى ووجود بعض التحديات مثل الجريمة الإلكترونية. إن وجود جريمة إلكترونية بدأت عن طريق استغلال شبكة الإنترنت، وبالتالي هناك عدد كبير من الخداع والاحتيال عن طريق شبكة الإنترنت، وهناك أيضا أمية رقمية نتيجة للبطالة المتزايدة في البلدان النامية. ومن ثم فإن زيادة التواصل يقدم لنا الكثير من الفرص، ولكن هناك عدد من الشواغل الأمنية التي نحتاج إلى أن نتعامل معها، وعلينا أن نتأكد من وجود ثقة عالمية وأن نضمن أمان الإنترنت. من أجل تحقيق ذلك علينا أن نتأكد تماما من أن التكنولوجيا الفضائية تأتي علينا بالرفاه والرخاء والنمو، ومن أجل أن نحقق هذا الهدف فإن الحكومات وحدها ولا المنظمات والهيئات غير الحكومية تستطيع أن تعمل بمعزل عن بعضها البعض من أجل أن تؤمن الفضاء الإلكتروني. فنحن بحاجة إلى شراكة قوية بين الحكومات وفيما بينها وبين القطاع الخاص والمنظمات الأهلية وغيرها من أصحاب المصالح الأخرى. السادة الحضور، سيداتي سادتي، إن اجتماع الاي جي اف والذي يتم عقده بصورة سنوية منذ عام 2006 قد أظهر لنا مدى أهمية ومدى الميزات التي يمكن أن نحصل عليها والنفع الذي يمكن أن يعود علينا من خلال الحوار متعدد الأطراف ومن أجل أن نحقق أهدافنا المشتركة. إن منتدى الإنترنت كمنتدى ما بين الحكومات يعتبر من أهم المنابر التي نناقش من خلالها مستقبل الإنترنت. إن هذا المنبر قد جاء نتيجة سؤال، كيف يمكن أن نحكم شبكة الإنترنت بحيث يأتي بالنفع على الجميع؟ ومن أجل أن نلبي هذه الشواغل المشتركة نحن بحاجة إلى تضافر الحكومات والقطاع الخاص وأصحاب المصالح والمجتمع المدني والمجتمع الأكاديمي والتقني لأن يشاركوا جميعا وأن يسهموا في كل الموارد التي نحتاج إليها. وفي هذا العام في الاجتماع الثامن الذي يجرى هنا في جزيرة بالي سنواصل دعمنا من أجل أن ندعم هذا التعاون والتآزر. إن الهدف الأساسي والعنوان الخاص بهذا المؤتمر وهو بناء جسور الثقة ودعم التعاون متعدد الأطراف من أجل تحقيق النمو والتنمية المستدامة لا ينسحب فقط على إندونيسيا ولكنه ينسحب على معظم بلدان العالم. إن ما نتعامل معه اليوم خلال الأيام القليلة القادمة يحتاج إلى منهج ومقاربة متعدد الأطراف، ولذلك يحدوني كل الأمل في أن تسهم مداخلتكم ومناقشتكم في تحقيق هذا الهدف. أصحاب السعادة، سيداتي سادتي، إني على قناعة تامة من أن هذا المنتدى في هذا العام عام 2013 يمكن أن يسهم من خلال المناقشات في حوكمة الإنترنت. إذن فلننتهز هذه المناسبة من أجل
أجل أن نؤكد مجدداً دعمنا لإيجاد استراتيجيات لحوكمة الإنترنت والتعامل مع التحديات التي تفرضها علينا شبكة الإنترنت. وإني على ثقة تامة من أن وجود حوار وثيق يمكن أن يخرج بنا إلى فهم مشترك حتى نستطيع أن نشرك الجميع بصورة فعالة وأن ندعم التعاون متعدد الأطراف من أجل تحقيق النمو والتنمية المستدامة. السادة الحضور، أصحاب السعادة، سيداتي، سادتي، من أجل أن نفتتح هذا الاجتماع رسميا، السيد جس، أود منكم أن تشاركوني في التقليد الراسخ الخاص بافتتاح هذا المؤتمر، وأطلب من حضرتك أن تأتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Excellence. Distinguished participants, ladies and gentlemen, now the IGF 2013 is formally opened. It will be continued with several contributions from some eminent from IGF stakeholders, communities. To arrange the presentation of the contributions, I would like to ask the IGF Secretariat, Mr. Cheng Tai Masango, to invite our speakers. Mr. Cheng Tai Masango, please. Thank you very much, Chairman Sebring. We will now proceed with the opening remarks by representatives of all stakeholder groups. We have 18 people on the list who will each speak for around about 6 minutes. Please kindly try and keep in that time frame. If not, I may remind you from time to time to keep it short. Thank you. Our first speaker is traditionally the ITU Secretary General, Mr. Hamadon Touré. Unfortunately, he could not be here with us today, but he did send us a video message so he can speak to us virtually. If you can please put that up on the screens now. Thank you. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, first of all, I would like to appreciate the government of Indonesia for hosting the Internet Governance Forum and inviting ITU, while I do also commend the United Nations, especially UNDESA. UNDESA لتنظيم هذا المؤتمر في بالي وأنا أعتذر لعدم انضمامي إليكم اليوم ولكن أنضم إليكم عن طريق هذه الرسالة وهذا مثال جيد للعمل المتعدد خامتك وكوكالات إذا الأمم المتحدة التي بدأت عملية ويسس في 2010 وأن إذا عمليات متعددة الأطراف تطورت لتخدم مجتمع المعلومات ومنذ 2005 فعملية ويسس قد تطورت وقامت باكتساب أكثر من 1800 مشارك والمنتدى يستخدم الآن من أجل استعراض ويسز والمراجعات التي تقوم بمراعاة هذا بحيث يبدأ هذا في الحدث الهام
ويسز زائد 10 في العام القادم، وهذا ونحن نطالبكم جميعا بالالتزام في هذه العملية التمهيدية، وقد هنا عام بالغ الأهمية للـ ITU، وكان هناك اجتماع إذن W، كان اجتماع دبي في 2012 واجتماع جنيف الذي تلاه، وكان هناك الكثير أكثر من 900 مشارك في الموضوع يعملون سويا في إطار إيجابي من التعاون. ولقد أنتجت هذه الاجتماعات إذا اتفاقت متعددة الأطراف حوالي 6 آراء غير ملزمة من أجل توجيه وضع السياسات المتعلقة بالإنترنت وإدراك كامل باستمرار الحوار في المنتديات المختلفة. ومن ثم فإن الITU يقوم إذن بتنظيم على دور الحكومات في النموذج متعدد الأطراف، وأود أن أشجعكم جميعا لاغتنام هذه الفرصة من أجل اسمع أصواتكم سيداتي ساداتي. هذا العام عام بالغ الأهمية لنا جميعا، فحتى الحوار الكبير حول الأطر الدولية في عالم، حيث هناك أحداث كبيرة في الأحداث إذن تدل على الخوف من على حرية التعبير والأمن والأمان في الإطار الافتراضي. وعلى الرغم عدم قدرتي على التواجد شخصيا واستماع إليكم، فأنا ملتزم التزام كامل في جميع هذه المناقشات، وأتمنى لكم إذن منتدى ناجح للغاية، وشكرا. شكرا. من دواعي سوري أن أقوم بدعوة سيد ألما فاليسيدا وكيل وزارة الاتصالات بأذربيجان الدولة المضيفة لـ IGF 2012. أصحاب المعالي، صاحب المعالي السيد توماس كاس، صاحب المعالي تيفا تول، السيدات والسادة نيابة عن وفد جمهورية أذربيجان، وبالأصالة عن نفسي أود أن أتوجه إذن بالتحية لكم جميعا، والغالبية العظمى منكم كنتم حاضرون إذن في اجتماع 2012 في باكو. IGF باكو تميز بالمشاركة كبيرة وبالديناميكية وبثراء المضمون، وشارك فيه 128 دولة و 1006 مشارك، وكذلك مشاركون عن بعد من 3000 إذن موقع على الإنترنت، وتناول عدد كبير من الموضوعات و 120 ورشة عمل تم تنظيمها. ومن ثم اجتماع باكو كان ذي مردود إيجابي على منتدى حكومات الإنترنت، وبالطبع هذا أساسي لتطور ونمو حركة الجيف. وأود أن أغتنم هذه الفرصة ونعبر عن عميق شكري للمنظمين من كل ما أبدوه من تعاون وتنظيم في المنتدى، وأخذ في الاعتبار الدور الحيوي للإنترنت على المستوى العالمي وأهميته للدول. فأفترض أن منتدى حكم الإنترنت هي المنصة الكبرى لمناقشة القضايا الخاصة بحكومة الإنترنت وإيجاد المبادئ والآليات والإجراءات الرئيسية المشتركة. وإذن هذا المؤتمر لمنتدى حكومة الإنترنت مع تواجد ممثلي قطاعين العام والخاص هو فرصة إذا نادرة دائما للقاءات متعددة الأطراف، ومن أجل
الوصول إلى نتائج مثمرة. هذا المنتدى يبني الجسور ويعزز التعاون متعدد الأطراف من أجل النمو والاستمرار والتقدم. سيداتي والسادة المشاركين، أنا تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أهم القطاعات الهامة في سياسات جمهورية أذربيجان، وهذا يمثل حقيقة أساسية. في 2013 تم أعلن العام بعام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقام بذلك السيد رئيس الجمهورية. فأذربيجان هذا العام قامت بإطلاق أول أقمار صناعية للاتصالات، وانضمت إلى صاحبة أقمار الفضائية، وتم كذلك إدراك هذا في إطار سياسة رؤية 2020 لأذربيجان، والعمل على بنية تحتية للاتصالات أساسية، ومع وضع شبكة الكوابل الألياف الضوئية لتغطي كل المناطق السكانية في البلاد. وهو مشروع قائم تنفيذه، وكل هذه الإجراءات أدت إلى انتشار الإنترنت ويغطي 30% من السكان، ووصل إلى تغطية 50% على المستوى الحضري، ومستخدمي الوسائط الاجتماعية 1,000,000، حيث كل الظروف تسمح إذا بالاتصال على الإنترنت. وغرضنا هو أن نقوم بالتوسع في هذا الإطار، وبهذا الصدد فإن نمزج التنمية المبتكرة تم اختيارها من أذربيجان، وتم اتخاذ الخطوات بحيث يتم المضي قدما، ويتم بناء إذن منتدى للتكنولوجيا، وكذلك تم إنشاء مقرات للتكنولوجيا، وهناك مشروعات للتنمية الإقليمية في هذا المجال. فأذربيجان جزء من إذن بوابة القطرية الفارسية في هذا الصدد، وكذا هناك اعتبارات كذلك لأخذ في الاعتبار طرق إذن الاتصالات السريعة مع وجمهورية أذربيجان تحصل في هذا على دعم الكامل من أمين عام الأمم المتحدة. سيداتي وسادتي، من خلال تقاسم كل إنجازاتنا معكم وتشاركنا في إفاء، هذا بالطبع يضمن تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ليس فقط من أجل تنمية الاستدامة بلادنا، ولكن كذلك مع الوقت من أجل تطور آسيا كلها. ونحن نفترض أن هذه الأمور لما تأخذ في الاعتبار أثناء المناقشات في خلال إطار ITF، وأن عملية تعزيز الاتصالات بين الدول وإيجاد إذن الأسر المشتركة من أجل الشفافية الدولية وتأمين الإنترنت بحيث يكون أداء للتنمية، وهذا هو الغاية الكبرى. ومن ثم سيدي سادتي، بنهاية كلمتي أود أن أعبر عن عميق شكري للأمم المتحدة من أجل تنظيم هذا الاجتماع، وكذلك إلى أمانة المنتدى في جنيف من أجل عملها ومنتدى بعامة الآخر، وكل منظمة الأمم المتحدة، وبصفة خاصة نتمنى للجميع التوفيق في هذا الحدث الهام. شكرا سيداتي سادتي. شكرا سيدي. نيابة عن مشاركي المنتدى، أود أشكركم وشعب أذربيجان لكرم الضيافة أثناء تنظيم منتدى 2012. والآن ما سنلدي باقي المجموعات، وتم تنظيم الترتيب من خلال السحب عشوائي. والمتحدث الأول صاحب المعالي بالا بنادو سيلفا، وزير الاتصالات من
جمهورية البرازيل الفيدرالية. السيد توماغاس، السيد تيفافول سيمبرينغ وزير اتصالات جمهورية اندونيسيا، السيد ماسانغو، سيداتي سادتي، في 24 من سبتمبر قامت رئيسة البرازيل بالحديث أمام ممثلي أكثر من 120 دولة ساهموا في الجمعية العامة للأمم المتحدة. بهذا فرصة عرضت على الوفود أن هناك موضوع بالغ الأهمية، وأشار السيد الرئيس إلى الأنشطة التجسس الإلكتروني التي حدثت وعن طريق الإنترنت. وسيدي أنتم كما تعلمون أن هذه أننا تم بشكوك السيدة الرئيسة التي تعكس مخاوف كل البرازيليين والبرازيليات، وتحدثت عن أهمية وطلبت جميع المشاركين في هذا المنتدى حتى نستطيع أن نوجد طريقة جديدة. البرازيل تعرف أهمية الإنترنت، وبطبع هي تفتح لنا آفاق اجتماعية واقتصادية كثيرة، وتؤثر في الأساس على تعزيز المواطنة والحياة. ونحن نود أن نقوم ببناء نظام جديد لتأمين الإنترنت يسمح لنا أن نقوم ببلورة كل هذه الإمكانات، وفي نفس الوقت أن نحافظ على الديمقراطية والشفافية والحفاظ على حقوق الإنسان وحرية التعبير وأمن الجميع وعلى سيادة الدول. أن المجتمع البرازيلي من خلال العمليات الديمقراطية تود الحفاظ عليها، ومن خلال الانتخابات الحرة ومراعاة حقوق الإنسان، وتؤكد على سياسات المشاركة الاجتماعية. ولكن هذا بالطبع يطلب يجعل البلاد تحافظ على تنزيه كل هذه المبادئ، ونحن عندنا اذا عدد كبير، وهذا الانترنت سهل للبلاد ان تفتح على العالم وتيسر في سياستنا واقتصادنا، ومن ثم فهذا التنوع والمعرفة نقوم بحمايتها بدون تأثير على الحريات، ومع التنوع مراعاة التنوع في الشعب. نحن في البرازيل أكثر من 60 مليون مواطن على الإنترنت، وهناك إذن عدد أكبر من الأشخاص ومن المواقع تدخل، ونحن بالطبع نتطلع إلى خدمة المناطق الأقل حصول على الخدمة حاليا وفي المناطق النائية بالبلاد، ونحن نقوم بالعمل على تعظيم المنافع التي يحصل عليها ملايين البرازيليين ومن خدمة المواطنين. وفي نفس الوقت لا نريد أن نقوم بإيقاف الإنترنت، فالإنترنت ليس فقط أحد محركات التقدم الاقتصادي واجتماع البلاد، بل هو أحد الإنجازات البشرية وساعد تقدم الدول واستخدامه، ولكن استخدامه بطريقة غير قانونية من أجل انتهاك حريات الشعوب يؤدي إلى مضار سيئة على العالم وعلى الشعوب وعلى العالم أجمع، وعلى تقديم خدمات الإنترنت. في نفس الوقت إن عدم الاتزان الاقتصادي الموجود حاليا في التجارة العالمية يؤدي كذلك إلى عدم الاتزان في الأسواق، وكذلك عندما نتحدث عن معايير الحوكمة العالمية نتحدث عن عدم اتزان اقتصادي وغير وحالة عدم مساواة، وهناك بالطبع عدم رضا بالوضع الحالي. فالإنترنت إذا كان مكان للمشاركات الديمغرافية الجديدة والكتل السكانية في العالم، فقد حان الوقت أن نطالب بمزيد من الديمقراطية في هذه الشبكات. والبرازيل تؤكد لهذا، ونتهن أنفسنا مع جميع المنظمات التي قامت بتوقيع إعلام مونتي فيديو حول مستقبل التعاون في على الإنترنت، والبرازيل ودول أخرى تنضم إلى هذا المنتدى،
وبحيث نضع الأمر بوضوح أن الإنترنت لابد أن يتوافر جميع الشعوب وجميع القطاعات، فنحن نطلع إلى نموذج يشمل المبادئ التي ذكرت السيدة الرئيسة في خطابها في الأمم المتحدة، وأن يجب مراعاة جميع حقوق الإنسان والتقدم الديمقراطي والانفتاح وخلق ومشاركة، خلق إطار للمشاركة للمجتمع والقطاع الخاص. وقامت السيدة الرئيسة بتقديم هذا في كلمتها، والعمل على تنوع خدمة الإنترنت لجميع الإنترنت بطريقة غير تمييزية لكل قطاعات المجتمع، مع مراعاة التنوع الثقافي في الأخلاقيات واحترام جميع المعايير الفنية وعدم قبول استغلالها لأي أغراض سياسية أو غيرها. فالبرازيل على مدار تجربة لها تجارب إيجابية في إدارة الإنترنت، واللجنة البرازيلية لإدارة الإنترنت هي مرجع دولي في هذا الإطار، و يتمشى إذن مع وتعمل مع جميع أعضاء القطاعات المعنية في الحكومة والقطاع الخاص. ونحن حاليا نعمل على توسيع الإنترنت وتحديث القاعدة التي تبنى على مبادئ استخدام الإنترنت في البرازيل، ونقوم بتحديد الاستخدامات، وإن الحوكمة الإنترنت في البرازيل تعكس إذن رغبتنا في ذلك هنا، ونحن نتطلع إلى حوار مفتوح من أجل تحديد نموذج جديد لحوكمة الإنترنت للعالم. إن الموقف وتوحد شعوبنا في المنتديات الدولية فهذا صدد أمر أساسي، فنحن يجب أن نعمل من أجل امتصاص معادلات الزيادة و تفادي كل الأثار الضارة لعمليات التجسس على شركاتنا وعلى الجهات المسؤولة لدينا. وعندنا كذلك قلق من عملية مقدار الثقة على الإنترنت وعن عملية الإعلان على التجسس، والذي يؤدي إلى تأثير استخدامه على المستويات الوطنية. ومن ثم فإن حوكمة الإنترنت اليوم تتأثر بهذا الإطار، ولابد من دعم من أجل إداراتها ومع ضماد الإدارة الأحادية التي كانت تدير هذه الشبكات في العام الماضي. ومثل فأن الشبكات لابد أن تكون مفتوحة للجميع، وفي نفس الوقت يتم حوكمتها. ومن ثم فنحن نقول برضا بالزيارة قام بها رئيس الاتحاد الدولي للاتصالات إلى مونتفيديو ومبادرة إستار من أجل تعزيز إجراءات إذن مؤسسية لحوكمة الإنترنت. فسيدرس اقترحت أن يتم لقاء دولي من أجل مناقشة هذه التغيرات المقترحة. ومن ثم نود أن أدعوكم ليس فقط على ظهور، ولكن كذلك المساعدة في بناء هذا اللقاء الدولي الكبير حول حوكمة الإنترنت الذي سيتم في 2014 مع مشاركة المجتمعات والمجتمع التقني. فنحن في البرازيل نطلع كذلك من الدول المختلفة أن تقوم بالعمل والمشاركة في الحوكمة حوكمة الإنترنت العالمية. فإذا قلنا هنا ما هي طريقة لحماية الإنترنت، فنقول ليس عندنا رد معد مسبقا، فهذه المبادئ تحتاج العمل، وهناك المبادئ معروفة، لكن هناك أشكال وأنماط وخطوات لابد اتخاذها. فلابد أن نعمل من أجل أن يكون هناك لابد أن نخرج من التزامات واضحة بأجندة بأهداف محددة من أجل إجراءات محددة لتخدمنا جميعا. وفي نفس الوقت حتى نستطيع نحدد، فلابد من تعاون جميع الجهات بطريقة فعالة من أجل حماية الإنترنت. ونحن في هذا المنتدى هناك الالتزامات والعمل من أجل مشاركة ديمقراطية تفاعلي على الإنترنت. فنحن من هذا الهدف، فإن الرئيسة أرسلتني اليوم من أجل أن نحصل على المساعدة من أجل تنظيم هذا، ويرجى اليوم أن نقوم العمل من أجل إذن
تحديد هذا الموقف، ومن خلال الأشهر يكون عندنا إذن فكرة التي خدمنا جميعا في البداية في وشكرا جزيلا. Thank you very much, شكرا سيد الرئيس. المتحدث التالي على كلمته هو السيد شادي أبو زالة من مبادرة الويب WAI من إذن كونسورتيوم الورد ويب. Wow. I must say. لابد أقول أن إذن هو مكان رائع وجميل لتنظيم هذا المؤتمر. شكرا لكرم الضيافة أندونيسيا. كما ذكر اسمي شادي أبو زهرة، أعمل مع إذا كونسورتيوم العالم W3C وبالتحديد مع مبادرة إذن تيسير الإنترنت والولوج إليه. W3C هي منظمة دولية تقوم بتطوير المعايير الأساسية للويب مثل HTML XML وغيرها من التكنولوجيات التي بنت الشبكة من عرفها اليوم، وهي أساساً إذن كما تعلمون الواجهة الرئيسية الداخل على الإنترنت. و W3C تم إذن تأسيس من تيم بيرنزلي وهو مخترع الشبكة العنكبوتية وهو يدير، ومعايير W3 تم تطويرها في إطار مفتوح ويتوفر على أساس خالي من حقوق الملكية، وهي تساهم في نجاح الشبكة العنكبوتية كمنصة مفتوحة كما نعلمها اليوم، ويتوفر بالطبع على الكثير من المعدات على إذن اللابتوب وعلى أجهزة المكتبية وأجهزة المحمول إلى آخره. فهذه المبادرة الخاصة بتيسير الوصول واللوج إلى الإنترنت يعمل على تيسير اللوج إلى الإنترنت للأشخاص أصحاب الإعاقات، وقد بدأت في عام 1997. وبعض منكم قد يعلم أن هناك إذن أدلة إرشادية للوج إلى الإنترنت نسميها W3C. هذه المعايير إذن تعد للأشخاص أصحاب العقبات، وهي معترف بها دولية من العديد من المنظمات والحكومات كمعيار الولوج ودخول إلى الإنترنت، وتم اعتمادها كذلك في منظمة دولية في الأيزو باسم أيزو 40500. اليوم أتحدث من التحالف الديناميكي الخاص بالولوج والإعاقة واسمه DCAD، وهناك دعم طبعا من الاتحاد الدولي للاتصالات ويرأس السيد أندرياس ساكس. الدايكاد تم بعد أول اجتماع لمنتدى حوكمة الإنترنت في أثينا، بعد أدرك الكثير من أن هناك القضايا التي تتطلب من أن يتم التعامل معها تعاون ومن خلال IGF، وكان هناك إذن موقف دائما داعما لهذا. والإنترنت له أهمية كبرى لأصحاب الإعاقات، فبالطبع كانت فرصة غير مسبوقة في التاريخ للأشخاص أصحاب الإعاقات للمشاركة على قدم المساواة في المجتمع. فالإنترنت يعطيهم الفرصة للتعلم والتوظيف والخدمات الحكومية وغيرها، ويساعد الأشخاص على محاربة الفقر والعزل الاجتماعي
الذي يؤثر على كثير من الأشخاص أصحاب العلاقات في العالم، ويسمح للأشخاص أن يصبحوا أعضاء عاملين في المجتمع وأن يعيشوا بكرامة بدلا على اعتمادا على الحماية الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية والإعالة. ومن ثم الأمم المتحدة قد باعتماد كما تعلمون اتفاقية حقوق الأشخاص أصحاب الإعاقات بما فيها كذلك حقوق المعلومات على الإنترنت كأحد حقوق الإنسان. ومن ثم بالطبع فمنتدى حكومة الإنترنت بلغ الأهمية، فهم بخدمة المنصات متعددة الأطراف من أجل رفع درجة الوعي في المجتمع العالمي ومناقشة الأمور واستعراض الطرق من أجل الحد من عوائق ولوج الوصول للإنترنت للكثير من أصحاب العقد. فهناك إذن عوائق طبعاً التي تعوق الكثير من أصحاب العقد من الحصول على الخدمات الغير مسبوقة على الإنترنت. وكما حيث نتحدث اليوم، فأحد زملائنا للأسف لا يستطيع أن ينضم عن بعد لأن النظام لا يعمل ببرنامج قراءة الشاشة اللازم من أجل تشغيل حاسبه الآلي كأحد المستخدمين المكفوفين، فهو وغيره لا يستطيع أن يشارك في المناقشات نتيجة لبعض النقاط الإعاقة التكنولوجية التي يمكن حلها إذا عمل مهنية سويا من أجل سد احتياجات وتلبية المعايير اللازمة لهذا. ونقص مشاركة الأشخاص أصحاب الإعاقة الذي يؤدي إلى نقص المعرفة التي تؤدي إلى عزل الإعاقة، ومن ثم هذا يؤدي إلى المزيد من الانعزال ويقوم بتعزيز الدائرة التي نتطلع إلى كسرها من الإعاقة. مثلا هناك بعض البرامج بلغ الأهمية تكست تو سبيتش أو النص إلى الكلمة هو أمر أساسي من يحتاجون المكفوفين من أجل الجلوس على الحاسب والتواصل مع الآخرين، ولكن هناك كذلك هناك أسباب متعددة. مثلا في مشكلة اللغات، مثلا مستوى الأمية المحدود، الهجرة، الأقليات العرقية المختلفة. إذا تحدثنا عن الحوكمة على الإنترنت وكيفية تلبية احتياجات جميع أفراد المجتمع بما فيها الاحتياجات المتداخلة التي نحتاج إليها طول الوقت، فمن الأساس أن يدرك الجميع وأن يشارك في المناقشات من أجل دفع العجل الأمام. وهناك الكثير من التقدم المحروس على مدار العالم، فاليوم هناك المشاركة عن بعد التي تحدث لحظيا وهي مفيدة للكثير من المشاركين، وخاصة لمن في هذه الحالة اللغة الأولى ليست الإنجليزية بصرف النظر عن أي إعاقة. ولكن ماذا هناك الكثير الذي علينا أن نتعامل معه عن طريق مشاركة الجميع، ومن ثم فقد قامت بوضع معايير للاجتماعات يمكن الوصول إليها عن طريق الإنترنت، وتيسر إذن الولوج والوصول للإنترنت، وكيفية إذن نقل جلسات هذا المنتدى من بلد البخ، وقام بتطوير هذه الأدلة التوجيهية والإرشادية على مدار الأعوام وبدعم قوي من أمانة المنتدى الاي جي اف. وأود أن أؤكد على الدعم الكامل الذي نحصل عليه من الأمانة، والذي من غير لم نكن نستطيع فعلا أن نحقق ما حققنا حتى الآن. وهذه الأدلة الإرشادية تم توفيرها للدول المضيفة، وكذلك يوجد على صفحة دايكاد على موقع الاي جي اف، ويقوم بمساندة عمل الأمانة. ونحن نأمر كذلك أن المنتديات الإقليمية ومخططي الأحداث سيستخدموا هذه الأدلة الإرشادية لتكون أكثر انفتاحا للجميع. نحن في دقيقتنا نقوم بتقديم أنفسنا وعرض أنفسنا كموارد للدول المستضيفة، ونقوم بالانفتاح لجميع الجهات من أجل تيسير الولوج على الإنترنت ليكون للجميع. فهذه دعوة مفتوحة لكم.
حتى تعاملنا معنا هذا كاد ليس فقط من أجل ليس فقط المنتدى ولكن نتدنك كل أكثر انفتاحا وشمول للجميع وشكرا. جزيل الشكر لك السيد أبو زهرة. المتحدث التالي هو السيد سابين بهيان عضو البرلمان الأوروبي لألمانيا. أصحاب السعادة والمعالي الضيوف الأعزاء السادة المنظمين سيداتي وسادتي، شكرا جزيلا لإعطائي الفرصة لكي أتحدث في هذه الجلسة الافتتاحية بعد ظهر اليوم، ويسعدني أن أمثل وفد الاتحاد الأوروبي في بالي. إن الإنترنت لها أوجه متعددة في الاقتصاد والتواصل الاجتماعي، وهي متواصلة النمو التي أوجد الكثير من الفرص والتحديات وأيضا مخاطر للبلدان والأفراد. إن الإنترنت قد أصبحت العصب الأساسي لمجتمع المعلومات على مدى السنوات 15 المنصرمة، الحاسوب والتليفونات الذكية وغير ذلك من الأجهزة قد نقلت وحولت طريقتنا في الحصول على المعلومات، وستتواصل في تغيير الطرق التي نتواصل بها ونسافر. إن هذه التطورات لها أهمية بالغة ولا يمكن أن نتركها للتفاعل بين الأعمال والمستخدمين، وإن الحاجة لكي يتم مراقبتها ومتابعتها من قبل صناع القرار لسببين: أولا إقامة بيئة أعمال يمكن أن تخلق الفرص وتصون المنافسة العادلة من ناحية، ومن ناحية أخرى ضمان حقوق الأفراد واستخدام والسماح للمستخدمين من الاستفادة الكاملة من إنترنت شفافة ومنصفة. وإذ ننظر في استراتيجية الإنترنت على مدى وبعد إجراء الانتخابات الأوروبية بعد 2015، يجب أن نشكل استراتيجية مشتركة حتى يمكن اتخاذ قرارات هامة والتي من شأنها أن تتصدى بفعالية للتحديات، وإلا أن الاتحاد الأوروبي سيفتقد إلا الخطوات الأساسية للنمو الاقتصادي في مرحلة جديدة وحقبة جديدة من الإنترنت. وإن التدفق الحر للمعلومات ووصول الجميع لخدمات الإنترنت وأيضا الاهتمام بحقوق الأفراد والأعمال أعمال ستواصل وأن تكون المعيار الأساسي لأي نهج. بالنسبة لي هناك ثلاثة قضايا أساسية ينبغي أن ننظر إليها أثناء الفصل التشريع القادم البرلمان الأوروبي. الإنترنت يجب أن تتحلى بالشفافية والأمان. الإنترنت يجب أن تكون منفتحة وتنافسية، والإنترنت يجب أن تكون منصفة ومشتملة. إن البرلمان الأوروبي أرسل وفدا رفيع المستوى لكل اجتماعات الاي جي اف. القضايا التي تناقش في هذا المنتدى تعد بالغة الأهمية لمناقشة السياسة على مستوى الاتحاد الأوروبي، وهناك أيضا ما يتم نقاشه على صعيد الاتحاد الأوروبي. الآن الاتحاد الأوروبي يناقش مجلس الأوروبي في بروكسل قضايا الإنترنت وترسل التوجيهات في هذا المجال للعام القادم. ركز الاجتماع على أسئلة متعددة تتعلق بالاقتصاد الرقمي والتحديث والخدمات. إن الهدف الأساسي هو التصدي لتشرذم الأسواق في أوروبا والوصول إلى إطار تنظيمي. وإن البرلمان الأوروبي يعمل هنكتب مع المؤسسات الأوروبية الأخرى صوب تحقيق هذا الهدف. وإن المناقشات السياسة قد تركزت على أسئلة الحيادية وحماية البيانات وحماية الفضاء الإلكتروني وشراكة الكلاود أو السحاب الأوروبية والبيانات المفتوحة، وأيضا حماية
الصغار المستخدمين للإنترنت، وهذه فقط بعض القضايا البسيطة وهي تتعلق بالأسئلة المتعلقة بحوكمة الإنترنت والتي سنناقشها على مدى الأيام القادمة. سيدتي وسادتي، العام الماضي شهد اهتمام متزايد من قبل من يقدم على صعيد الحكومات والمنظمات والتي ستؤثر على المحتوى والأمن وحكمة الإنترنت وفي بعض الحالات التدفق الحر للمعلومات. إن البرلمان الأوروبي قد رفض أي أفكار بجعل فرص أمام الاتصالات والنظم الاتصالات التي بصفة عامة تفقد القوى التنظيمية على الإنترنت للحكومات الأعلى على الإنترنت، وإن الاتحاد الأوروبي قد دعم دائما نموذج أصحاب المصلحة المتعددين وأعرب عن قلق بأن أي مقترح يمكن أن يتساءل نموذج أصحاب المصلحة المتعدد يمكن أن يؤثر على تقديم الخدمات للمستخدمين النهائيين وأيضا الاقتصاد الرقمي بصفة عامة، وإن حوكمة الإنترنت قد أسهمت إسهاما كبيرا للنمو والتحديث في اقتصادات الأوروبية، وقد أصبح جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية لمعظم المواطنين، وكثير من النجاحات قد ترجع إلى انفتاح الإنترنت كمنصة، ولا يوجد حواجز أمام الحصول على الخدمة، وإن تطوير تطبيقات جديدة ومحتوى جديد يؤدي إلى النجاح، وإن حوكمة الإنترنت وما يتصل بها من قضايا تنظيمية ينبغي أن توصل بأن نعرفها في إطار المستوى وصعيد أصحاب المصلحة المتعددين. أن الاي جي اف قد ركز على جمع مجموعة أصحاب المصلحة المتعددين لانخراطي في مناقشة وحوار خاصة بالإنترنت وحكومتها، إلا أنني وأنا على يقين أننا سنجري مناقشات عديدة هذا الأسبوع حول مستقبل الاي جي اف، وأثناء هذه المناقشات ينبغي أن نضع في الأذهان التزامنا المشترك بإنشاء إنترنت شفافة ومشتملة ومتوجهة نحو التنمية، حيث يستطيع الجميع أن يستخدم ويتشاطر في المعلومات والمعرفة. إنني أتطلع إلى مناقشات مثمرة، وأود أن أتقدم لكم بجزيل الشكر. Thank you very much, Ms. شكرا جزيلا. المتحدث التالي معالي الوزير مساهيرو يوشيساكي، نائب رئيس تنسيق السياسة وزارة الشؤون الخارجية والاتصالات في اليابان. أصحاب السعادة والمعالي، سيداتي وسادتي، الحكومة اليابانية، أولا وبادئ ذي بدء أود أن أعرب عن عميق امتناني لك أولئك الذين بذلوا قصارى جهدهم لانعقاد هذا المنتدى. إن هذا المنتدى هو منصة دولية حتى نستطيع أن نتناقش الكثير من القضايا المتعلقة بحكومة الإنترنت. هناك الكثير من القضايا التي يمكن أن نناقشها فيما يتصل بحكومة الإنترنت، ولكن لدي بضع دقائق اليوم، ومن ثم فإنني أود أن أقدم أنشطة اليابان ولا سيما ما يتصل بقضايا المتعلقة بالأمان الإلكتروني، وهو يعد أحد الموضوعات الفرعية لهذا المنتدى. إن هذا الفضاء لا يزال يتزايد ويتجاوز الحدود الوطنية، وقد أصبح مستخدما على نطاق واسع بانتشار الإنترنت، ومصاحبا لهذا التوسع لهذا الفضاء الإلكتروني، فإن الجرائم الإلكترونية والمخاطر الإلكترونية تتزايد وتأخذ منحا عالميا. ولهذا السبب فإنني لكي نتأكد من ضمان الأمان في إطار الفضاء الإلكتروني، فإن اليابان وضعت استراتيجية جديدة للفضاء الإلكتروني هذا يونيو الماضي، وتستند على صيانة شبكة اتصال آمنة ومضمونة، وذلك
بزيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص وزيادة التعاون الدولي وتطوير التكنولوجيا وما إلى ذلك. إن اليابان أيضا قد أصدرت الاستراتيجية الدولية الخاصة بالتعاون الفضاء الإلكتروني، وهي مبادرة في 2 أكتوبر، ولذلك لسياسة اليابان تنخرط بنشاط في التعاون والمساعدة المتبادلة مع غيرها من الدول والمنظمات حول هذه القضية. إن النقاط 3 التالية هي عبارة عن المركز لهذه السياسة: أولا وضع المعايير والتعاون الدولي، ثانيا التعاون والتنسيق بين السلطات التحقيق التي تحقق في الجرائم الإلكترونية عبر الحدود، والتعاون حتى لا ننخفض عن مستويات الأمنية، وأيضا المشاطرة والاشتراك في الاستراتيجيات المختلفة. دعوني أقدم لكم النموذج الأخير في اليابان: التعاون بين الآسيان واليابان قد أنشئ منذ حوالي 40 عاما منصرمة، ومن ثم فإننا في سبتمبر الماضي اليابان والآسيان عقدت اجتماع خاص بالسياسة حول التعاون بين اليابان والآسيان في طوكيو، واعتمدت البيان الوزاري لاجتماع السياسة لوزراء الآسيان واليابان حول التعاون في الفضاء الإلكتروني. معالي وزير سبري، أشكرك على كرمكم وأننا جئنا إلى اليابان، وفي هذا الاجتماع اليابان وبلدان الآسيان قد عززت من تعاونها، وذلك بإطلاق مشروع جاسكا مشروع، وهو اليابان وآسيان ومشروع الشراكة بينهم الذي يحقق التعاون التقني وفي مجال حماية الشبكات مع الآسيان، بتمكيننا من التنبؤ وتقدم إنذارا لأي عدوى تأتي من أي دولة. وإن سياسة اليابان الأساسية هو ضمان التدفق الحر للمعلومات في الفضاء الإلكتروني، والجميع له الحق بالحصول على أقصى فائدة ومنفعة من خلال الإنترنت. لا يوجد أي حق لأي شخص لحرمان أي شخص آخر من حريته عن طريق الجريمة الإلكترونية. ومن ثم فإننا نؤمن بأن مواصلة الانفتاح والتواصل عبر الانترنت دون أي رقابة أو تنظيم من جانب الحكومات، ومن ثم الوصول إلى استدامة في النمو والتنمية. وتحقيقا لهذه الغاية فإن اليابان ستواصل، اليابان ترحب المبادرات والعمل بكل فعالية مع غيرها من البلدان لبناء فضاء إلكتروني موثوق فيه. وأخيرا وليس أخيرا، فإنني آمل أننا من خلال هذه المناقشات في المنتدى أن نشجع المجتمع الدولي على العمل يدا بيد، وأن نتخذ نهجا أكثر فاعليا تجاه قضايا حوكمة الإنترنت. لكم مني جزيل الشكر. تريماكاسي. شكرا لنائب الوزير. المتحدث التالي السيد فريد شهادي، رئيس الآيكان وكبير المسؤولين التنفيذيين. السيد فادي شهادي، أصحاب المعالي وجميعنا، سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم بكل خير. أريد أن أبدأ حقا بأن أطلب إذن من الرئيس لكي يطلب من أبجي وباندي أن يقفوا، وذلك لأننا
أين ما قاموا به وراء ستار، فإننا نود أن نتقدم لهم بالشكر على الجهد الذي بذلوا لعقد هذا المنتدى. أرجو أن يقفوا، أطلب منهم الوقوف حتى نستطيع أن نحييهم. فنحن معا مع شانغتاي أسانغو من أمانة الاي جي اف. هؤلاء هم الأشخاص الذين بذلوا جهدا في إطار أصحاب المصلحة المتعددين لجمعنا في هذا المنتدى، ولهم منا جزيل الشكر. منذ عام مضى اجتمعت بالكثيرين منكم للمرة الأولى في مؤتمر باكو، كان هذا المنتدى السابع والمنتدى الأول لي، وفي ذلك الوقت كان التحدي الأكبر الذي طرح على الطاولة هو الذي كان أولوياتي، وأن أجعل ICANN أكثر منظمة دولية على صعيد أكبر. نظر للICANN بطريقة كبيرة على أنها متركزة في الولايات المتحدة الأمريكية في لوس أنجل، مستمتعة بشواطئ كاليفورنيا، ودعونا الجميع للمجيء في الICANN، ووعدنا بأن تذهب ICANN للعالم. والآن اليوم بعد مضي عام أن ICANN ذهبت إلى العالم، لقد قسمنا مقرنا الرئيسي في لثلاثة مقار: لوس أنجلوس، إسطنبول، وسنغافورة. هذه المراكز مفتوحة وتعمل بقانونية مع موظفين، وتعمل العمليات على مدار الساعة. ونحن أشركنا مراكز في الصين ومنديفيديو، وفي الهند أعلننا أول مركز MTS في العالم لضمان الإنترنت مع منظمات هندية رائدة. هذه هي البداية. ونحن وسعنا الICANN وقلنا لفريقنا أن يبدأوا في التحرك بعيدا عن لوس أنجلوس. إن الآن المقر الأكبر في إسطنبول، والتالي سيكون في سنغافورة، وأنا مع أسرتي سننتقل إلى سنغافورة في يناير، وسنعود إلى إسطنبول في مايو. إذن فنحن اليوم لدينا منظمة من الداخل إلى الخارج، إنما نغير من مركز جاذبيتنا كي نصبح منظمة دولية، لكن هذا ليس كافيا. ولكن نحن في غاية الوضوح أن منظمات الدولية الحقيقية ينبغي أن تغير أيضا من كثير من الأمور، ليس فقط على عملياتها وتشغيلها، ولكن على مدى الوقت من وضعها القانوني. نحن مؤسسة كاليفورنية اليوم، ولا يوجد ما يمنعنا أن نصبح بالإضافة إلى ذلك منظمة قانونية في أماكن أخرى، ونحن نعتزم هذا حتى تصبح ICANN منظمة دولية حقيقية. ونحن نؤمن أيضا بأن التزامنا في اتجاه العالم ينبغي من أجل العالم وليس لصاحب مصلحة بعينها، وسنعمل صوب هذا وسنغير هذا. إن هذه التغيرات الرئيسية الأساسية ينبغي أن تتم، لأن الوضع الحالي الراهن لا يكتب له الاستدامة، ولكن يجب أن نقوم بكل هذه الأمور مع الحذر والحرص وبكل حكمة، لأن الأمان واستدامة واستقرار الإنترنت ينبغي أن تظل مهمتنا الأولى، لأننا جميعا نعول عليها. سنقوم بهذا، ولكن سنقوم بهذا كمجتمع، وسنعمل معا ونصل إلى هذه الغاية. وأخيرا، وكجزء من تركيزنا الدولي، يسعدني أن أعلن أمامكم اليوم خبر بالغ الأهمية. اليوم وللمرة الأولى في تاريخ الإنترنت، ICANN قد أعلنت بأن الأول محتوى عربي وروسي، والدومين العربي والصيني والروسي قد تم تفويضه لجذر الإنترنت. هذا خبر سار للعالم، وهذا خبر سار لنا جميعا. ومن أنتون مصر الذي يمكن أن يكتب باللغة العربية، هذا أمر جيد لنا جميعا ولمستخدمي الإنترنت. وسنواصل
أن نعمل ما يمكننا أن نفعله لكي تصبح ICANN والإنترنت مكانا عالميا. اليوم أيضا وقت مناسب لكي نتحدث عن موسم جديد للإنترنت، لأن ICANN أصبحت أكثر عالميا ودوليا، فإن حوكمة الإنترنت ينبغي أن تصبح شاغلا وشأنا عالمي. اليوم والأمس أجريت مقابلة ثنائية، جاءت إلينا حكومة وقالت أننا نعرف بأن هناك حاجة لكي نصبح جزءا من جهد أصحاب المصلحة المتعددين لكي تصبح الإنترنت مكانا أفضل. إذن حوكمة الإنترنت أصبحت شاغل يهم الجميع، ولكن يمكن أن يكون له أثر سيئة، يمكن أن تصبح شأنا لبضع حكومات. وينبغي أن نقول بأن الحكومات هي أساسية لحوكمة الإنترنت، إلا أن الحكومات بمفردها لا تستطيع أن تحكم الإنترنت. الحكومات ينبغي أن تدخل في شراكة مع جميع أصحاب المصلحة المتعددة بروح الIGF لإيجاد حلول لأصحاب المصلحة المتعددين، الحكومات، المجتمع المدني، المنظمات التقنية والصناعة والأعمال، مع على قدم المساواة كما قالت أجندة تونس. على قدم المساواة ستمارس حوكمة الإنترنت وستصبح مكانا أفضل لنا جميعا. إذن اليوم لا أرى إلا أن أمامنا أشياء طيبة، إن هذا المجتمع واضح بأن النهج أصحاب المصلحة المتعددين نهجا طيبا. وإذ ننظر في حدث واجتماع 2014، هذه فرص عظيمة لنا جميعا لكي نعمل معا، لكي نتأكد بأن كما قالت ممثلة البرلمان الأوروبي ألا نخلق منظمة جديدة. لسنا بحاجة لهذا، ولكن لدينا مؤسسات جيدة، يجب أن نمكن هذه المؤسسات وأن نعطيهم القدرة للعمل معا، وأن تتعاون مع جميع الحكومات وأصحاب المصلحة المتعددين على قدم المساواة. هذه أنباء طيبة سارة. إذن دعونا نركز معا على ما يجب أن يتم. هناك عمل كبير، ولكننا ملتزمون. ICANN وIGF وISOC، واستمعنا إلى القادة والتسجيل الإقليمي وكثير من المنظمات ومنظمات المجتمع المدني. معا نعمل مع حكومتنا، يمكننا أن نحقق هذا الحلم. وختاما أود فقط أن أقول أننا هنا لكي ننخرط ونتشارك. دعونا نستغل هذا الأسبوع لكي نتحلى بالانفتاح، وأن الوزير من البرازيل قد قدم لنا عرضا لكي نشاطره، وأنا أتقدم له بالشكر وأتقدم بالشكر للبرازيل لكي يأتوا هنا ويشركوا مجتمع أصحاب المصلحة، وأن ننخرط في حوار من أصحاب المصلحة المتعددين لا يستند على البرازيل ولكن انفتاح تام. وأشكرك على الدعوة وسنشارك فيها معالي الوزير، لأن هذا هو روح أصحاب المصلحة المتعددين. القارة التي آتي بها وهي أفريقيا، إذا أردت أن تسير سريعا ستسير بمفردك، ولكن إذا كنت تريد أن تذهب بعيدا فلتذهب مصحوبا بصحبة ومع الشركاء. شكرا جزيلا للسيد شهادي. المتحدث التالي هو السيد يونايس كاركلينز، وهو الأمين المساعد لسياسة المعلومات والاتصالات. شكرا سيادة الرئيس، أصحاب المعالي وأصحاب السعادة، وزراء الاتصالات والمعلومات أندونيسيا، أصحاب المعالي والسعادة، الضيوف الأعزاء، سيداتي وسادتي، أود أن أتقدم بالشكر لتوجيه الشكر لمعالي الوزير سيمبرينغ لهذه الاستضافة الكريمة في بالي.
وأود أيضا أن أعرب عن امتناني اليونسكو للعمل المميز لأمانة الاي جي اف ورئيس المؤقت للمشاورات المفتوحة والاجتماعات للمجموعة الاستشارية لأصحاب المصلحة المتعددين للاي جي اف والمتطوعين الذين أساهموا للإعداد للمؤتمر السنوي للاي جي اف 2013. إن منظمة الاي جي اف بحد ذاتها لمثال ممتاز لنجاح التعاون متعدد الأطراف. إن هذا الجانب المتعدد الأطراف هو أول نقطة، لأن بالنسبة لليونسكو الإنترنت ينبغي أن تظل مثالا وممارسة للتعاون لأصحاب المصلحة المتعددين. وهذا النهج الذي تم إنشاؤه قمة المجتمع المعلومات قد أثبت فعاليته على جميع الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية. كان هذا واضحا في أول اجتماع لفيسز زائد واحد، الاستعراض الأول الذي استضافته يونسكو في فبراير من هذا العام. الكثيرون منكم قد انضم إلينا في الدورة الخاصة بحوكمة الإنترنت وأيضا غيرها من ما يتصل من جلسات الخاصة بحوكمة الإنترنت ومشاركين ال WSIS زائد 10. والاستعراض اعتمد توافقا ثري للغاية للبيان الختامي الذي ركز على الحاجة للمحافظة ودعم إنترنت آمنة ومنفتحة وحرة. وأيضا المشاورات التي جرت بين أصحاب المصلحة والجهد والوقت المبذول لتحقيق هذا الهدف. النقطة التالية الخاصة باعتماد وتعزيز حقوق الإنسان وحرية التعبير وأيضا الاستمساك بحقوق مثل ضمان وخصوصية المستخدم. وهذا على سبيل المثال جزء لا يتجزا من السياق الحالي والمناقشات الجارية الخاصة بالاستخدام الحالي للإنترنت. وفي دورتها 192 للمجلس التنفيذي الذي اختتم منذ 10 أيام مضت، ناقشت الإنترنت الإخلاقيات والخصوصية في الفضاء الإلكتروني. وبعد مفاوضات ومناقشات اتفقت الدول الأعضاء بأن اليونسكو ينبغي أن تواصل التصدي للقضايا المتعلقة بالخصوصية والأخلاقيات في الفضاء الإلكتروني. والسؤال الخاص بالأداة غير الملزمة سيتم مناقشتها وسيتم اتخاذ قرار في هذا الشأن. وإنني أدعو أي شخص يهتم بهذا الموضوع أن يحضر منتدى اليونسكو المفتوح الذي سيتم مناقشة هذه القضية. أخيرا، حوكمة الإنترنت ينبغي أن تؤكد على الحصول على المعلومات والمعرفة. لا يزال هناك أسئلة متعلقة بقضايا البنية التحتية، بينما الوصول للجميع لا يزال مسألة معقدة. وهذا يتطلب منا أن نتخطى حدود اللغة والمحتوى والقدرات، وأن الفرصة لاستخدام لغة من خلال الأثر المباشر للإنترنت. وينبغي أن نؤكد أن توفير النفاذ للإنترنت وأيضا تمكين الأفراد من خلال خلفيات ثقافية مختلفة ولغات مختلفة سيواصلون إيجاد المزيد من المحتوى ذات الصلة. ومن ثم فإن اليونسكو لا تزال تعمل مع يورد في تحليل الاي دي ان وأيضا النسخة الثالثة للتقرير الثالث للـ IDN
ومن ثم أود أن أتقدم بالشكر للآيكان على ما تبذله من جهد في هذا الصدد، وإن فعالياتي والقضاء على الأمية للإنترنت على مستوى المدارس يعد من القضايا الهامة أمام الإنترنت وما يتعلق بالانخراط الأخراطي الإخلاقي، وإن منظمتنا تسعى ما لدى مجتمع الإنترنت والآي جي اف ومجتمعها، وذلك للعمل على الإطار المفاهيمي، وإننا نعتقد أن هذا المفهوم يمكن أن يسعى للمزيد من الجهد صوب مجتمعات معرفية اجتماعية، وذلك لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2015. وأخيرا، فإن اليونسكو قد قالت بأن اهتمام المناقشة الدولية ستنتقل من قضايا البنية التحتية إلى مناقشة الإنترنت، والآن نستطيع أن نرى تعقيد هذه المناقشات وتعدد أوجهها. فمن السهولة بمكان أن نعرف طول كوابل الإنترنت أن نتوصل إلى طريقة للتعامل مع قضايا الإنترنت. دعونا نبذل قصارى جهدنا وأن نستخدم هذا المنتدى أفضل استخدام. شكرا على حسن الاستماع، وإنني أتطلع إلى المزيد من المشاورة والمناقشات المثمرة. Thank you, Mr. Cochran. شكرا السيد كوكلين. المتحدث التالي هو السفير داني سبربيت، المنسق الأمريكي للمعلومات والاتصالات. طب مساءكم جميعا، يسعدني ويشرفني الحضور بين حضراتكم اليوم. والولايات المتحدة الأمريكية تود أن توجه خالص الشكر لأمانة الاي جي اس والجماعة الاستشارية لتنظيم هذا الاجتماع في بالي، وأيضا نود أن نشكر المضيف الإندونيسي. إن الولايات المتحدة الأمريكية تقدر كثيرا مجتمع الاي جي اف، ولذلك فإن الحكومة الأمريكية قد قدمت منحا كبيرة للصندوق الاستئماني للـ اي جي اف بمبلغ 350,000 دولار. ان شبكة الانترنت قد بنيت من اجل ان تكون منصة شاملة، وشبكة الانترنت الان يجب ان تقدم الان حيث انها لا تعتبر ملكية لاي دولة دون الدول الاخرى. إن تاريخ الاتصالات السلكية واللاسلكية قد تقدم بصورة كبيرة، وكنتيجة لذلك فإن شبكة الإنترنت قد أصبحت منصة انطلاق للتنمية البشرية على الصعيد الاقتصادي والنمو والإفصاح الديمقراطي وتقديم فرص والإبداع والخلق. إن السؤال الذي يطرح نفسه الآن، كيف يمكن أن نعزز من هذه الإنجازات بحيث تسهم في مزيد من التقدم؟ الولايات المتحدة الأمريكية ترحب بهذه المناسبة من أجل أن تقدم وجهة نظرها. نحن نرحب بوجود حوار تشارقي حول كافة القضايا والتي تسمح بتشغيل شبكة الإنترنت بصورة ناجعة، وأن تكون عمليات التشغيل تشمل كافة الأطراف، وأن تقدم كل الدعم والمساندة للابتكار والإبداع. الولايات المتحدة الأمريكية تدعو منذ زمن طويل لكل هذه القيم، ونحن نؤمن أن الاستجابة المناسبة للتطورات الحادثة الخاصة بشبكة الإنترنت والخاصة بسد الفجوة الرقمية وحماية الشبكة وأيضا حماية الأطفال عبر شبكة الإنترنت والتأكيد على الممارسات الفضلة يمكن أن تتحقق من خلال مبدأ تعاوني. إن التطورات الحادثة على صعيد الشبكة العنكبوتية يمكن أن تساعدنا على تشجيع الابتكار والاستثمارات الخاصة والتكنولوجيا وتقوية البنية الأساسية. ومن أجل أن نعرب عن التزامنا
لشبكة الإنترنت ودعمها، فإن الولايات المتحدة الأمريكية قد اقترحت وعملت مع عديد من الجهات من أجل إيجاد اتحاد وتحالف للإنترنت المتاح، وذلك بالاشتراك مع ما يقرب من 30 من الشركاء من القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني. الهدف الأساسي هو أن يكون هناك نفاذ مقبول لكافة البلدان والشعوب لشبكة الإنترنت. والولايات المتحدة الأمريكية تعمل من خلال مبادرات مع برنامج المعونة الأمريكية لدعم البلدان وإيجاد برامج لتقديم الخدمة، كما تعمل أيضا على تقديم حلول من أجل سد الفجوة الرقمية. ولكن هناك الكثير الذي يمكن أن يقدم، ويجب أن نفكر في كل هذه الجهود بوصفها فرص ناجحة، ولكن هناك الكثير من التحديات. إن زعماء المنظمات الخاصة بحوكمة الإنترنت يدعون لتحديث النظام الحاكم حتى يكون أكثر شمولية. كل ذلك يجب أن يكون بمثابة فرصة سامحة من أجل إيجاد استجابات لكافة الأطراف المعنية والاستجابة لقضايا الإنترنت. علينا أن نعمل سويا بحسن النوايا من أجل أن نحل هذه القضايا. يتعين علينا من ناحية أخرى أن نحمي أنفسنا من أجل أي محاولات لمركزية الإنترنت، والتي حاولت أن تمهد لبعض القصص الخاصة بالاستخبارات. ونؤكد لكم أن الولايات المتحدة الأمريكية تستمع إلى شغاولكم الخاصة بالإفصاح بصورة جدية، وأفهم تماما الرغبة في أن ترفع وتناقش بعض هذه القضايا. وحيث أن كل هذه القضايا هي قضايا صعبة، وكما نوقشت من قبل، علينا أن نقدر ونثمن شبكة الإنترنت. علينا أن نستخدم هذا الوقت من أجل أن نسد الفجوة الرقمية، ولنعمل بصورة تعاونية من أجل أن نبني جسورا للثقة. علينا أن نستمر في منهجنا التعاوني حتى نستطيع أن ندعم هذه الأداة. وعلينا أن نؤكد على عزمنا الراسخ على أن نعمل على دعم المؤسسات التشاركية، ولنحاول هنا أن نتقدم ونكبر ثويا. فاليوم أمامنا الكثير من الأمور المشتركة، فنحن جميعنا نقدر شبكة الإنترنت وما خلقته من فرص، ونحن نؤكد على أن شبكة الإنترنت ستظل أداة سانحة أمامنا جميعا من أجل أن نحقق هذه الأهداف. فلنحاول ثانيا أن ندخل في حوار بناء، وأن نتخذ خطوات مستقبلية، ونتأكد تماما من أننا سنستفيد من هذه الفرصة. شكرا لكم. شكرا جزيلا معالي السفير. المتحدثة التالية هي السيدة نينا نواكاما، المنسقة لشؤون المنطقة الأفريقية بمؤسسة الشبكة العنكبوتية. أصحاب السعادة، سيداتي سادتي، طاب مساءكم جميعا. اسمي نينا، وأنا من أصل نيجيري وأعيش في كوت ديفوار. أعشق كرة القدم، وأنا مواطنة عالمية من خلال شبكة الإنترنت، كما أنني جزء من لجنة التسيير لمنظمة البيست بيتس، والتي تسمح للمنظمات أن تعمل من خلال المنتدى الحوكمة. أعمل من خلال منظمة الشبكة العنكبوتية كمنسقة للمنطقة الإفريقية. إن هذه المؤسسة قد تأسست من قبل السيد سير تيم بيرنزر، والذي حضر عدة مرات إلى هنا. الهدف الأساسي هو دعم والدفاع عن الشبكة العنكبوتية بوصفها سلعة عامة وحقا أساسيا. نحن نعمل مع الآخرين من أجل أن تصبح الشبكة مفتوحة ومجانة، وذلك من خلال
مبادرات مثل التحالف من أجل الإنترنت المتاح الذي تحدثنا عنه، وأيضا مؤشر الويب الذي يعمل على دعم صحة واستخدام هذه الشبكة في أكثر من 80 دولة. نحن أيضا بدأنا في تفعيل هذه الشبكة من أجل دعم الديمقراطية والمشاركة، وذلك من خلال المصادر المفتوحة للبيانات. وهذا هو السبب الذي أتى بنا جميعا إلى هنا، من أجل إشراك المجتمع المدني والمشاركة مع الجميع في هذه العملية. هناك بعض القضايا التي نحتاج إلى أن نذكر أنفسنا بها. القضية الأولى هي مسألة حقوق الإنسان. يبدو أننا نتحرك بعيدا عن حقوق الإنسان بينما نتقدم إلى الأمام في حوكمة الإنترنت. أذكركم جميعا أن حقوق الإنسان يجب أن تعود بقوة إلى صلب قضايانا. القضية الثانية هي مشاركة الأطراف المتعددة وأصحاب المصالح المتعددين. كل متحدث من المتحدثين استخدم هذه المصطلحات: المساءلة، الشفافية، ومشاركة الأطراف ذات المصالح على كافة المستويات. ولكن في الوقت الحالي الأمر ليس واضحا عن كيفية هذه المشاركة. أعتقد أن الأمر قد بات واضحا سمن من أجل أن نقيس مشاركة هذه الأطراف بصورة متساوية. القضية الثالثة هي جدول أعمال التنمية. علينا أبدا ألا نغفل عن وضع قضايا التنمية في صلب مهامنا واهتماماتنا. إن شبكة الإنترنت يجب أن يكون أداة من أجل تقليل حدة الفقر والتعليم على كافة المستويات ولتحقيق الرفاه الاقتصادية لعالمنا. علينا أن نواصل تقديم فرص من خلال شبكة الإنترنت، فرص للأشخاص من أمثالي، فرص للأشخاص الأصليين، وفرص لقاطني المناطق الريفية، وفرص للدول الجزرية، وفرص للدول التي تتألف من عدة جزر مثل إندونيسيا. سيداتي، سادتي، إن وجود خطة أساسية لشبكة العريضة يمكن أن تكلف قارة أفريقيا ثلثي الراتب الشهري، وفي أكثر الدول 49 الأكثر فقراً في العالم هناك واحد فقط من بين 10 من الأشخاص يستطيعون الدخول على شبكة الإنترنت، وهناك 25 من المواطنين وأيضاً من الصحفيين قد قتلوا، و157 قد سجنوا. وما بين عام 2012 في شهر مايو حتى الآن فإن هناك 24 دولة قد قامت بسن قوانين جديدة حول شبكة الإنترنت، والتي يمكن أن تؤدي إلى انتهاك الخصوصية. ومن ثم هذه دعوة من أجل اتخاذ خطوات فورية لكل الحاضرين هنا ولكل من يتابعوننا. نحن ندعو لاتخاذ إجراءات من أجل دعم التعاون لكافة الأطراف. علينا أن ندعو لاتخاذ إجراءات من أجل إتاحة شبكة الإنترنت للجميع في كل مكان. علينا أن ندعو لاتخاذ إجراءات من أجل زيادة النفاذ إلى شبكة الإنترنت حتى يستطيع الأشخاص من أصحاب الإعاقات والاحتياجات الخاصة النفاذ إلى الشبكة. نحن ندعو لمزيد من الإجراءات لعملية أكثر نجاعة لحوكمة الإنترنت على المستوى الوطني. نحن ندعو لاتخاذ إجراءات من أجل تنظيم عملية المساواة بين الجنسين وإشراك الشباب ومزيد من المشاركة للمناطق البعيدة في كافة المستويات. علينا أن نواصل دعمنا لشبكة الإنترنت كأداة للعدالة الاجتماعية والمساواة والتنوع والتعددية. أصحاب السعادة، سيداتي، سادتي، إن التهديد المتزايد للرقابة من قبل الحكومات، نجد أن هناك بعض المبررات الخاصة بهذه الرقابة والإشراف
باسم الحماية، كل ذلك يجب أن يتم رفضه. إن البشرية بحاجة إلى أن تظل محايدة وتتسم بالانفتاح والعالمية والحرية. في الختام، من الأهمية بمكان أن نذكر أنفسنا أننا نجتمع هنا في بالي تحت عنوان بناء الجسور ودعم التعاون متعدد الأطراف من أجل تحقيق النمو والتنمية المستدامة. ومن ثم فقد أصبح من الطبيعي بالنسبة لنا جميعا كأفراد وكمنظمات أن نبني جسور الثقة بهذا المنطق. أؤكد على أن بعض الأشخاص مثل سير تيم بيرنزر الذي ابتكر وأبدع الأشخاص في وضع السياسات الذين دعوا إلى شبكة الإنترنت، الأمم مثل البرازيل التي تعمل من أجل إيجاد سبل مبتكرة ومزيد من المشاركة والشمولية، الأشخاص الموجودين في المجتمع التقني الذين يتأكدون تماما من أن شبكة الإنترنت تعمل ليلا ونهارا، المنظمين والمتطوعين وكل من يقوم بعقد اجتماعات ومنابر إقليمية ووطنية وعالمية، الأشخاص الذين يقدمون أوقاتهم، الذين لا ينامون ليلا نهارا، شكرا لكم جميعا. المنظمات الداعمة لنا مثل IGF ومثل الأعضاء المجلس، شكرا لكم خالص الشكر، وبالطبع خالص الشكر لمنظماتنا وللمنصات وللمنابر التي تعتنق هذه الأفكار، ولا سيما الذين يشاركون المجتمع المدني، ولشعب بالي هذا المكان الخلاب، ولحكومة إندونيسيا، ومن خلالهم أتوجه بخالص الشكر لأي دولة قامت باستضافة أي منتدى سابق سواء على الصعيد الإقليمي أو الوطني أو الدولي. أعرف أن هناك جهد جهيد، فشكرا لكم جميعا، وأنتم لكم الذين تستمعون إلي في أي مكان، شكرا لكم، شكرا جزيلا، وخالص الشكر للجميع. Thank you very much, Nina. شكرا لك يا نينا. المتحدث التالي هو السيد ألان ماركس، رئيس صناعات الاتصالات السلكية واللاسلكية بالمنتدى الاقتصادي العالمي. صاحب المعالي الوزير، السيدات والسادة، شكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة لي لأن أتحدث اليوم. إن زيادة الموصولية تجمع ما بين المواطنين في أي مكان في العالم وفي أي وقت. هذه هي قصة نجاح محددة لأوقاتنا. إن زيادة الاتصال، وبحلول عام 2020 سيكون هناك 50 مليون من الأجهزة بما في ذلك الأدوات المنزلية وغيرها، والتي يتم استخدامها في كل شيء حتى بالنسبة للوصفات الطبية. إن التكنولوجيا الرقمية قد أصبحت جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية، وهناك من يقوم بصياغة مستقبلنا، وقد أصبح عالمنا من أكثر العوالم التي تعتمد على التكنولوجيا. إذن السؤال هو كيف نستفيد بصورة أكبر. نحن نعيش في عالم متصل الأوصال، و نحن متصلين ببعضنا البعض بصورة غير مسبوقة، ووجود شبكة الإنترنت تدعم هذه الموصولية والاتصالات. وطريقة تفكيرنا في كل هذه التغيرات قد أصبحت من بين الأمور التي شكلت القرنين الماضيين، ولكن علينا أن نعرف أننا نتحرك، ولا يوجد أي مضاهات بالنسبة لهذه التطورات الحادثة. نحن بحاجة إلى مصطلحات جديدة وإلى عمليات جديدة حتى يمكن أن تضاهي كل ما يحدث من تطورات على الصعيد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي وغيرها. إن عالمنا يشهد تغيرا، وعلينا أن نفكر في أن كل هذه التغيرات جاءت نتيجة لزيادة الاتصال بين الجميع. إن زيادة الاتصال تعيد تحديد كيفية التعامل ما بين الأفراد والحكومات والمؤسسات والمنظمات، كما أنها تقدم نموذجا جديدا للابتكار ومؤسسات جديدة، ولكن تقدم أيضا مخاطر جديدة بحاجة إلى أن نتعامل معها. وفهم الديناميكية وتأثيرها على الزعامة قد أصبح من الأولويات الدولية. علينا أن نفهم بصورة جديدة
جديدة، كل هذه الأمور الواضحة. وبينما يواجه القادة هذه التحديات وبينما يكون هناك نظام للتحكم من القمة إلى القاعدة، علينا أن نعرف أننا بحاجة إلى تغيرات لا مركزية. إن العالم يشهد تغير يتسم بالتعقيد، متصل ببعضه البعض، وهناك أيضا البيانات المتاحة التي تشكله، وطريقة التغير يجب أن تكون مواكبة لحركة التطورات الحادثة في المجتمعات. إن القيم الاقتصادية والاجتماعية لهذه البيانات لا تقدر بكميتها ولكن بنوعيتها أيضا. إن الطريقة التي يتصل بها الأفراد ببعضهم البعض وإمكانية تحويل المجتمعات والأعمال، كل ذلك يحدون إلى أن نفكر في المخاطر التي ينطوي عليها. إن التكنولوجيا والبيانات محايدة بطبيعتها، ولكن استخدامها هو الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى نفع أو إلى ضرر في نفس الوقت وفي نفس الآنية. نحن بحاجة إلى أن نفكر في الطرق التقليدية. علينا أن نحول تفكيرنا من أن بدلا من أن نركز على البيانات في حد ذاتها، لأن نركز على استخدام هذه البيانات. والأمر يرجع للمؤسسات وللمنظمات وللمجتمعات المختلفة في أن تفكر في كيفية تعظيم هذه القيم على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وأن تضمن أكبر حماية ممكنة. وفي مقابل ذلك، فإن السؤال الخاص باتخاذ القرارات من قبل الزعماء والقواد والقادة ومواجهة التحديات هي بعض المجالات التي بحاجة إلى صياغة أفكار جديدة بشأنها. نحن بحاجة إلى حوكمة ناجعة للإنترنت، ويجب أن نعمل على صياغة الموجودات والأصول الرقمية، ولكننا بحاجة إلى مرونة وتصدي لكل هذه المشاكل. يجب على المواطنين والأفراد أن يفهموا كيفية جمع البيانات واستخدام البيانات وتبعات هذه العمليات المختلفة. ومن ثم فإن التصميم الناجع وبساطة التصميم الناجع يجب أن يقبع في صلب تقديم البيانات للأفراد. يجب على المنظمات أن تشارك الأفراد وتشركهم في أي عملية، ويجب أن يكون هناك اتفاق في الآراء. إن الأفراد بحاجة إلى طرق جديدة من أجل اتخاذ خياراتهم، وخاصة بالنسبة للخيارات والأمور الحياتية التي تؤثر عليهم. نحن بحاجة إلى التأكيد على منظومة القيم وسلاسل القيمة، والسياق يعتبر من الأمور الهامة. ومع الأخذ بالاعتبار مدى تعقد هذه العملية ومدى سرعة التغير، فنحن بحاجة إلى مرونة بحيث نسمح لمناهج ومراقبة ومقاربات مختلفة لاستخدام البيانات. وحتى يمكن أن نواكب هذه السرعة، فإن أصحاب المصلحة بحاجة إلى أن يفهموا بصورة أفضل النظم الإيكولوجية والاقتصادية والاجتماعية وكيفية تفعيلها وتشغيلها. يجب أن يكون هناك تشطر في المعلومات، ويجب أن يكون هناك عملية لوضع السياسات قائمة على الأدلة. إن وجود منهج للقيادة بحاجة إلى نماذج جديدة آخذة بعين الاعتبار النماذج الموجودة، ولكن يجب أن يكون هناك تأكيد على الثقة. علينا أن نحافظ في نفس الوقت على فهمنا لهذا النظام، وحتى نساعد كل أطراف المصلحة على أن تدعم هذه القيم. فعلينا أن نحدد كل هذه المبادئ، وأن نقدم أداة لإرشاد عملية وضع السياسات واتخاذ القرار. شكرا لكم. Thank you very much. شكرا جزيلا للسيد ماركس. المتحدث التالي هي السيدة لين، رئيسة جمعية الإنترنت. Thank you. شكرا جزيلا حضرة الرئيس، أصحاب المعالي الوزراء، أصحاب السعادة السفراء، سيداتي سادتي. يسعدني ويشرفني الحضور هنا في هذه الدولة الجميلة، وأتوجه بخالص الشكر لحكومة إندونيسيا لاستضافتنا ولترحيبها بنا.
إن موضوع هذا العام هو موضوع ذو الصلة، حيث أنه يوضح التحديات التي تواجهنا في عالم الإنترنت. وأود أن أتحدث أمامكم عن العمل الهام الذي نقوم به كمنظمات وجمعيات للإنترنت، مثل الجهود التي تبذل عبر شبكة الإنترنت، وكيف يمكن أن نعمل على تقليل التكلفة وأن نساعد العالم برمته على أن نتشاطر في هذه المعلومات. لقد استمعنا إلى الكثير من المشاكل والتحديات. علينا في هذه الحالة أن نعمل على الإجابة على عدد من المشاكل، بما في ذلك الأمن والسلامة والتعليم وغيرها من الأنشطة المختلفة. وبالرغم من ذلك، فإن هناك مشاكل كبيرة نواجهها في إطار عملنا. فهناك أنشطة إشرافية، وهذا بمثابة تحدي جديد أمامنا جميعا، بل أنها تحديات تدق ناقوس الخطر. إن كل هذه التحديات التي تقدم تحت مسمى الأمن الوطني يمكن أن تنتهك المواطنين في أي دولة أخرى. إن الكثير من الأفكار التي تم ترويجها تحت دعوى الأمن والسلامة والاستطلاع هي من القضايا الهامة التي يتعين علينا أن نواجهها. إن ما يطلق عليه المجتمع التقني يشارك بفعالية في هذا النقاش، كما أن هناك الكثير من قادة هذه الجمعيات ورؤسائها الذين يناقشون هذا الأمر فيما بينهم بلا هوادة. هذا معناه أننا يجب أن نركز على العمليات الدولية المتماسكة عبر شبكة الإنترنت ودعم قدراتنا وعدم تفرقة أو شرذمة الجهود على المستوى الوطني. ويجب هنا أن نواجه كل هذه التحديات. علينا أن نحدد الجهود المبذولة من أجل مواجهة تحديات الحكومة، وأن نضاعف من جهودنا على كافة المستويات. ونحن ندعو للإسراع في عملية عولمة الأيكان والإيانة، حتى تستطيع كافة الأطراف المعنية بما في ذلك الحكومات أن تشارك بصورة متكافئة. ونحن قد أشرنا من قبل على أن شبكة الإنترنت تقدم خدمات للبشرية، ولذا نحن بحاجة إلى منهج تعاوني يضمن جميع الأطراف. وقد قمنا بمناقشة الحاجة والضرورة لدعم هذه الآليات. نحن جميعا بحاجة إلى شبكة إنترنت آمنة وناجعة وفعالة. علينا أن نواجه كل هذه التحديات. إذا كان هناك مشاكل بسيطة سيتم حلها في الوقت الحالي، ولكن هناك الكثير من المشاكل التي يصعب حلها ولها تبعياتها على جميع الأطراف ذات الصلة. إن مجتمع الإنترنت يحاول أن يحل هذه المشاكل، ونحن بحاجة إلى القضاء عليها. علينا أن نتفهم جميعا التحديات الماثلة أمامنا، وأن نعمل على القضاء عليها بصورة ناجعة. وحيث أن العديد من القضايا متسعة، يجب أن نعمل على تقسيمها حتى نستطيع أن نصل إلى حلول لها. ومسألة الأمن تعتبر من هذه الأمثلة التي تغطي مناطق عديدة، ولذا هذه هي الأقسام المختلفة. أولا، يجب أن يكون هناك تأكيد على المصادر والموارد التي نحتاج إليها. وقد حدد البعض هذه القضايا مثل البريد غير المرغوب فيه وغيرها. ثانيا، علينا أن ندعم المقاربات التشاركية، بحيث يجب أن نحل المشاكل الخاصة بالجي إن سك وغيرها من المشاكل التقنية التي تتعلق بشبكة الإنترنت، بما في ذلك أسماء الدومين. ثم يجب أن يكون هناك تغير للسلوك الجماعي. نحن بحاجة إلى تغيير العادات والعمليات، مثل حقوق الملكية الفكرية والسرية. رابعا، القضايا المتنازع عليها. لا يوجد اتفاق عام حول المشكلة، ومن ثم يجب أن يكون هناك اتفاق في الآراء حول هذه القضايا. إذا ما استطعنا أن نواجه هذه المشاكل بنجاح، فيجب أن نشرك جميع الأطراف المعنية
وأن نؤكد على تعاوننا. وفي الختام، نحن نحاول أن نساعد على بناء شبكة الإنترنت من أجل استخدامها بصورة أكثر نجاعة في المستقبل وخلق مقاييس ومعايير، وذلك من خلال مشاركة كافة الأطراف المعنية بما في ذلك الIGF. نحن جميعا نعمل من أجل بناء المستقبل، ولا يوجد أي وضع راهن، ولكن هناك ثورات وتغيرات دائمة. علينا أن نواصل الجهود، فالوقوف في مكاننا لم يعد أمرا متاحا أو ممكنا. وخلال هذا الأسبوع ستتاح لنا الفرصة لأن نتحدث ولأن نصغي وأن نتشارك في خبراتنا ولأن نشكل القرارات المستقبلية التي ستؤثر على شبكة الإنترنت. والفكرة الأساسية هي أن نشترك جميعا في هذا الحوار، ومن ثم نحن نرى أنه من خلال هذا المنبر علينا أن نجدد نموذج اللامركزي لحوكمة الإنترنت، وأن نعمل على تقوية الIGF بحيث يستطيع أن يمارس عمله بصورة مستدامة في عام 2015 وما بعد ذلك. شكرا جزيلا لإتاحة هذه الفرصة لي اليوم. شكرا جزيلا للسيدة سانتيمو. المتحدث التالي هي السيدة كريستين، مديرة خدمات المجتمع الاتصال ورئيسة المجموعة العربية، وستتحدث نيابة عن مبادرات الIGF الإقليمية. Thank you, Mr. Chairman. شكرا سيدي الرئيس. أصحاب المعالي، سيدتي سادتي، مساء الخير. من دواعي الشرف أن نتحدث اليوم في افتتاح الاجتماع الثامن للIGF هنا في بالي. اسمحوا لي أن أبدأ بشكر حكومة إندونيسيا، دولة المضيفة، ووزارة المعلومات والاتصالات لاستضافة هذا الحدث في بالي الجميلة. واحترم هذه الفكرة لا تفكر كأمانة المنتدى العربي على مبادرات المنتدى حوكمة الإنترنت. أود أن أبدأ بالعرف بالعمل الذي قمنا فيه في على المستوى الوطني من أجل جمع المبادرات المختلفة من وتبادل الأفكار وتحليل المدخلات. من دواعي الشرف أن نرى هذا المسار يشمل ثلاث مواد مستديرة للحوار ما بين المناطق مختلفة، مما سيسمح بالمزيد من الحديث بينها. وأن ظهور مبادرات الIGF والمنتدى على المستوى الوطني والعالمي والإقليمي يساعد وتزاعد هذه الحركة على مستوى على مدار الأعوام في وازدادت نضوجا وانتشر هنا التسع منتديات إقليمية ومبادرات مختلفة كلها مسجلة على موقع المنتدى. وبالأمس لقد رأينا إطلاق مبادرة جديدة. واسمحوا لي أن سيدي سادتي أن أقوم بالتفكر على العلاقات بين المنتدى العالمي والمنتديات الإقليمية. من الأهمية أن نتفاهم أن منتديات الIGF الإقليمية والعالمية هي مبادرات وبها بعضها بأنشطة لبناء القدرات وتبادل الخير، والبعض أحداث تقوم بتنسيق الأعمال الإقليمية على جميع المستويات، وكلها تعتمد على نفس المبادئ المرتبطة عملية الIGF، وهي عملية الانفتاح والمشاركة المفتوحة متعددة الأطراف. ولا يوجد أدنى شك في أن المنتدى الIGF قام بدور أساسي في انفتاح الإنترنت، وأن يسير على مسار مبادرات مختلفة تقوم بعكس الأجندة العالمية مع عكس الأولويات الإقليمية. وهذا أحيانا يتعدى الأجندة من أجل عمليات وإجراءات. فالمنتدى الIGF المحلي قام بتعدي من أجل أن يقوم بإنشاء جهاز يعمل على المشاورات الإقليمية، في نفس الوقت أفكار جديدة. وهياك المحدثة قامت بإحاء أولويات المنتدى وإدخال جلسات سريعة بدأت في عملها، ولكن فيما يبدو هناك حاجة مستمرة لتعزيز
الصلة بين المنتدى الحوكمة العالمي والمنتديات الإقليمية، وهذا بالطبع يتطور وفق لديناميكيات الإنترنت، وهناك ذلك موضوعات يتم مناقشتها على المستويات الوطني والإقليمية قد تكون الأهمية لتعكس المناقشات على المستويات جميعها. ومن ثم فمع زيادة هذه المبادرات نضوج أن هناك أصوات من أجل إيجاد صلات معنية، ومثلما تم تحسيس مع تحسين الوصلات مع المبادرات الوطنية والإقليمية وإيجاد القنوات والفرص من أجل أن تفيد الأجندة العالمية. وبعد قولي هذا فمن المشجع أن نرى أعدادات الأجيال هذا العام تأخذ إذن المزيد، فيتم تحليل البيانات، وهناك المزيد من البنود في الأجندة تم إضافتها، وهناك كذلك تغذية من المنتديات الإقليمية لتغذية لإثراء الأجندة العالمية. ومن المفيد أن نرى مثل تأثير الأجندة الوطنية والإقليمية على الأجندة العالمية، وهذا يسمح لنا بتقييم قدرة إدخال المشاركين في المناقشات. ونحن نعرف أن المبادرات الوطنية والإقليمية قبضة أشخاص ذو نشاط على المستوى إقليمي، ورؤية إذا ما كان هذا لهذه المبادرة تأثير حقيقي على الرؤى المطبقة الوطنية وغيرها، وحتى نستطيع أن نتناول احتياجات هذه المبادرة لابد من واجهة التحدي المشترك، مثلا التحدي الذي تحدى هو الحاجة إلى استدامة الدعم المستدام للمداولات متعددة الأطراف، والفكرة هو كيف توازن بين حوار مفتوح مع ضمان اللازم والدعم السياسي اللازم، وكذلك أحد التحديات هو ربط المنتديات الإقليمية والوطنية وكيف الاتصال بجميع المشاركين. وفي النهاية سيدي السادات لابد أن أؤكد مرة أخرى حقيقة أن المنتديات الوطنية والإقليمية عملية جديدة، وأنه لابد من جمع البيانات وتحليلها بهدف تبادل المعلومات وتحديد الاستخدامات المشتركة والقضايا المحددة والتناول ومواجهة احتمالات، وفي نفس الوقت تقوم بتقديم التوجيهات وتسير كمخطط للمبادرات العالمية، وستقوم بخدمة الموضوع من أجل تعزيز تأثير هذا. وبهذا أختم ملاحظاتي، وشكرا لحسن استماعكم. شكرا السيدة فريدة. المتحدث التالي آنسة نيلي كراس، نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية ومفوضة أجندة الرقمية، ولم تستطع تحضر ولكن طلبت إذن التدخل عن طريق الفيديو. سيداتي سادتي، عفوا لا أستطيع أن أتواجد معكم لهذا المنتدى بصفة خاصة في هذا اللحظة الحرجة الإنترنت، لقد استمعت بالاجتماعات الثلاثة الأخيرة، وأتمنى أن أراكم في فرصة أخرى عما قريب. الإنترنت يستمر ذي أهمية كبيرة استراتيجية كسوق حديث وداعم لجميع نواحي المجتمع وكمنتدى للحوار الديمقراطي، ولابد أن يستمر في العمل على الوجه الحديث. وهدف الاتحاد الأوروبي ودعم هذا، فالكثير تغير منذ العام الماضي، ولقد رأينا إذن انتشار الوعي بأهمية الإنترنت وفتحه على جميع الدول، ورأينا كذلك مؤتمر في دبي وخطر انقسام العالم عن كيفية تقنية العمل على الإنترنت، ورأينا كذلك الدعاة كيفية استخدام الحكومات الإنترنت لجمع المعلومات، ونحن لما يتم استخدامه عندما أن اللجنة الاستشارية تقوم في نفس الوقت بعدم الاعتراف بالشكوك الحكومية الرسمية، ويتم هذا على المستوى ثم لقد من أكون هناك عدد من الضربات لمصداقية الحوكمة عن الإنترنت، وهناك تنامي في تفكير بعض الدول
تقوم بالاحتفاظ بحقوق غير مبرر على هذا، وأن الإنترنت لابد يستمر كمنصة مفتوحة لهذه الأفكار، ولابد أن تستمر، ولا يجب أن تصبح مسرح للصراع وأداة للصراع وكأداة التبادل، وهذا مع مضر، وتقوم بإثارة التساؤلات حول كيفية نقوم تصميم وإطار الإنترنت يعمل مع احترام كل هذه، ومن ثم فعلى الحكومات والقطاع الخاص أن نحافظ على هذا، لابد من حماية خصوصية المستخدمين في العالم، فلابد أن نتخذ إجراءات أحادية مدمرة، ولكن لابد أن نفتح إلى عمليات متعددة الأطراف استطيع أن يشارك فيها الجميع، ونستمع لجميع الأصوات، ومن هذه الأصوات لابد بدون أدنى شك أن نستمع لأصوات الحكومات، فلا يجب أن تسود وتسيء استخدام الإنترنت، ولكن لابد أن يكون لها كذلك صوت في هذا، فطبعا مسؤولية الحكومات أن تقوم بتمثيل السياسات الشرعية للحكومات، وهذا بالطبع هذا جزء أساسي من اتجاهات مختلفة للحكومات، فالكثير من الدول لا تستطيع أن تتخذ قرارات برغم أهميتها كبيرة على الحياة، ثم فهناك مشكلة مستوى كبرى، وإذا استمرت الاتجاهات الحالية فأن الإنترنت ستنقسم حول النواحي الوطنية، وسنخسر منافع الإنترنت كما نعرف من ناحية التوحيد والانفتاح، فنحن لابد أن نفتح الأبواب من أجل البيئة تقوم ويشارك فيها جميع الحكومات على نفس الأسس، وهناك طرق عديدة نستطيع أن نتفادي بها أي انقسام، فالاتحاد الأوروبي مع كثير من الشركاء من أجل إيجاد مرصد عالمي للإنترنت يكون منصة أكثر انفتاحا خاصة بالشؤون حوكمة الإنترنت حول العالم، بحيث تسمح بتيسير وبتأثير في هذا المجال، وهذه خطوة كبيرة للأمام مع تزايد أعداد المشتركين، فنحن نستطيع أن نوحد من يمتلكون نفس المبادئ، ولكن لابد من المسير على المدى الأطول، وهذا يتطلب حوار وأن حوار عالمي جاد حول الإنترنت، وهذه فرصة رائعة بالنسبة لمنتدى حوكمة الإنترنت الذي خلق لمثل هذه الحوارات، وبين إذن وحدات الإنترنت المختلفة، وهذا لابد أن يشمل سؤال إذن الحكومة مع الحكومة وكذلك المسؤوليات، فلا توجد إذن مفاجآت، فإن المداولات وأهمتها، وأنا من حين قمنا بالحوار اللحظة على الإنترنت حول الحكومة، وأرجو أن تساهموا في هذا وتستطيعوا أن تناقش هذه الموضوع بطريقة مفتوحة، وفي بعض أسابيع المفوضية الأوروبية ستقوم بإطلاق الرؤية الأوروبية لكيفية التعامل مع مشكلة حوكمة الإنترنت، وهذا سيبنى على حوار ومشاركة الأطراف الفاعلة المختلفة والحكومات، وأتمنى أن تقوم بإعادة أجندة بناءة تقوم بإدخال التحسين كما يعمل مع مراعاة، ليس فقط مراعاة النموذج وتعداد الأطراف، ولكن العمل، فإذا كان مخطئ وهناك فترة أخرى إذا كنت تعتقد نحن في حاجة إلى مؤسسات جديدة بالكامل، فلابد أن نبدأ في هذا من على أساس مبادئ محددة تقوم بعكس قيم الاتحاد الأوروبي، وكذلك أن تحترم الآخرين، ويمكن يوجد نماذج أخرى وتكون الشاملة، ونحن على استعداد لمراجعة المؤسسات القائمة لأجل القيام بهذا. الإنترنت ليس ملكا لأي حكومة ولكنه مفتوح للجميع، ونحن علينا أن نضمن أن يعمل حتى يستطيع أن يخدمنا جميعا، ونتمنى لكم إذن أكبر توفيق في هذه المداولات، ونستمر في التعاون من أجل حماية المنصة الرائعة والمذهلة والتي نسميها الإنترنت. نود أن نشكر الرئيس كروس لإرسالنا هذا الفيديو، والمتحدث الثاني السيد ياري أركو رئيس فريق عمل هندسة الإنترنت IETF.
سيد الرئيس، السادة الوزراء الأفضل، سيد السادتي السادة ضيوف الأعزاء، سيدتي سادتي، أنه من دواعي شرفي أن أعمل معكم في الموضوعات المتعلقة بالإنترنت. وأود في نفس الوقت أن أشكر المضيفين الأندونيسيين لوجودنا في أندونيسيا، الشعب والثقافة والطبيعة وكثير من الشوط، وأنا يعجبني كثيرا. إذن البركة، نستطيع أن نتحدث على أشياء كثيرة اليوم، ولكن سأركز على عملية المبتكرات الجديدة والأمن. فرح نتحدث كيف الإنترنت سمح بابتكارات كبرى وسمح بدفع النمو والاقتصادي بطريقة وخامة بجد مصادر التنمية، وكان ذي عوائد كبيرة على الكثير، وعملية طبيعة الانفتاحية جعلت كل هذا ممكنا. وعندما نتحدث عن قضايا الحوكمة في هذا الأسبوع لابد أن نتفاهم فيها من حيث ما سيتم بإحضار المستقبل، ليس فقط إنترنت اليوم. وأود أن أؤكد هذا، نحن في المجتمع الفني وفي الـITF نرى بوضوح أن معدل الابتكار الزائد، وهناك تغيرات كبيرة في البروتوكولات والآي بي ينتقل إلى ما يسمى بالويب RTC، وهو اتصال فوري على الإنترنت. وهناك أشياء تقوم بتدخل تغيرت حولنا وتغيرت أساسية في التكنولوجيا، والانتقال من IP4 إلى IP6 وغيرها. الكثير من هذه التعديلات لها إذا تغيرت أساسية على التحكم إذا في الإنترنت، وهناك أي إذا قدرة على تكون موردي الصوت سيكون لها تأثير على التقنين الاتصال الصوتية. وأعتقد أن الـITF قالت أن لابد أن نعمل سويا مع المجتمع وليس فقط فالعمل عن ناحية التكنولوجية فقط، فلابد أن نعمل سويا معكم. الموضوع الثاني الذي أود أن أتحدث عن موضوع الأمن، فنحن نرى طرق الاستخدام مختلفة بطرق إذن لما يحدث على الإنترنت. فهناك المشاكل أكثر انتشارا مما نعرف من الجرائد، فنحن نعرف أن السر الشخصية والتجارة تعتمد على تأمن والثقة في الإنترنت، ومن ثم التقارير عن عملية الرصد كبير مستخدم الإنترنت تسيء إلينا، ولكن نحن نعتقد أنها دعوة للإيقاظ. فمنذ سبتمبر أجف نحن نقوم بمناقشة هذا، ونحن لسنا لا نتحدث فقط، ولكن نقوم بمتابعة النتائج الفنية التي تحدث، ونتحدث عن أشياء صغرى مثلا الألغوريثمات التشفير، وأشياء أكبر إيجاد إذن دعم الاتصالات المؤمنة. كل هذا من أجل تحسين الأمن، وليس فقط استجابة للمصادر القلق الحالية، ولكن نحن منذ اليوم مثلا نتحدث عن عملية دعم المعلومات، وهل نقوم بالتغيير افتراض دعم إيجاد الدعم، ومع التطورات الجديدة في بروتوكول الشبكة الرقمية وكل التركيز على الأمن، هل سيوجد في اللحظة في هذا العقد أو ربما في مدار الزمن سنجد أن سيكون له تأثير على الجوهر على الأمن؟ فنستغل مثلا أي هذه اللحظة للتفكير. فالتكنولوجيا ليست بمفردها حل جميع المشاكل بما في هذا، ولكن أدعوكم ومنتدى الحوكمة وغيرها من المنظمات من أجل إيجاد مناخ آمن. شكرا جزيلا سيد. للأسف سيد رئيسي سهم علي السيد سيم بلينجي يجب أن يغادرنا، وسيد جاس يجب أن يغادرنا كذلك من أجل مؤتمر صحفي. فالسيد ساسونغو سيقوم بأخذ مكاني لرئاسة الاجتماع.
Thank you very much. Our next speaker is Mr. Joseph Aladov, Chair of ICC's Digital Economy Commission. Mr. Chairman, honorable ministers, excellencies, distinguished participants, ladies and gentlemen. I'm here on behalf of the International Chamber of Commerce, which has a reach into 130 nations worldwide, as well as BASIS, the Business Action to Support Information Society, which was created after WSIS to help coordinate both the input and participation of business into the multi-stakeholder processes, specifically IGF. We want to give our thanks to the host country, Indonesia, and to the warm and welcoming people of Bali, to the IGF Secretariat and UNDESA, and to the many stakeholders for their invaluable part in contributing to the strength of the IGF as a truly open, representative, and inclusive forum on internet governance. As an open forum, the IGF provides the perfect opportunity for enriching the debate about participation in internet governance and for highlighting the importance of a representative and inclusive process for debate. It is important that we continue to invest in the value that the IGF delivers. Multi-stakeholder cooperation is vital in ensuring effective approaches to internet governance. The breakneck speed of technological innovation means that policy is always playing catch-up. As an unparalleled economic force, digital innovation is transforming our societies and economies, transforming communications, and opening up a truly global marketplace. To fully harness the potential of the digital economy, it is vital to build a policy framework that encourages investment in these next-generation technologies and which primes the path for future innovation in both technology and business. Investment in high-speed networks and information and communication technology services create a platform for economic growth, job creation, and greater competitiveness. Studies show a positive impact on productivity, on GDP contribution, and on job creation in ICT-enabled business sectors. ICT is enhancing every industry, and all are increasingly dependent on the flow of data. The ability for information to be harnessed and used by organizations and individuals both within and across borders will be increasingly important for economic growth. To seize the opportunities presented by the increased use of ICT and the internet, global business supports technology-neutral policies that promote market entry and investments and aim at attaining broader access to ICTs and related services and greater coverage of networks. The internet can be an ever-driving force in contributing to global economic growth if we implement interoperable regulation with globally consistent policy principles that engender people's trust and that provide the credible online protection that consumers need. Enabling more people to gain access to the internet and related information and communication technologies is the most effective way to ensure diversity. Attracting investment and promoting innovation requires enhanced ICT literacy and access, open markets and pro-investment policies, and supporting policy approaches that foster entrepreneurship, independent regulators establishing fair and pro-competitive legal and regulatory environments that are sustainable and that also increase user choice regarding quality and cost of service, respect for the rule of law and independent courts, adequate protection of intellectual property rights, and enforcement. Business strongly supports the freedom of expression and the free flow of information in a manner that respects the rights of others and the rule of law. Governments should work together with business and other stakeholders to develop policies and practices to maximize freedom of expression and the free flow of information over the internet and to minimize trade barriers so that companies of all sizes have an ability to engage in legitimate commercial activity. Today, we face new threats that could harm the internet's role as a vehicle for economic development and market innovation. Barriers such as forced localization of data management and storage
discourage investment, and hamper the prosperity and trade which the free flow of information can enable. The value of the IGF is clear, and its role is both important and unique. A truly multi-stakeholder forum that enables conversation, enhances understanding and cooperation on the issues of the day without being limited by a constraining negotiated text. Yet, despite the essential and unique role, the IGF faces a challenging future. In light of the IGF's importance, we call on the continuation and strengthening of this platform for bringing together governments, business, the internet technical community, civil society, and IGOs as equals to discuss public policies regarding the internet. The global business community recognizes the hard work many stakeholders here have made in ensuring the IGF went ahead as planned this year. We all have work to do in order to make sure that the IGF is able to continue into the future. Business supports and calls for the continuation of IGF after 2015. We hope that this week's open dialogues will help not only demonstrate the strengths of the IGF for protecting and promoting the free and open internet, but also help us to consider potential improvements in an effort to reaffirm and re-energize the concept and practice of multi-stakeholder governments. We should remember that a favorable internet environment for investment, innovation, and development has yielded a digital economy and internet society that has been an unparalleled success. Multi-stakeholder cooperation is vital for a unified approach to internet governance and is the foundation for policy decision-making that champions and enables future economic growth. The key to maintaining robust internet for the future lies in the continued enhanced cooperation between all stakeholders. There is still a need for stakeholders to collaborate more fully in order to bring about the positive policy changes needed to deliver open trade and internet investment to enhance future economic growth and maintain the free flow of information online. That's why there is such great value in the transparent and open forums such as the IGF in enabling governments to work together with business and other stakeholders to foster policies and practices which reinforce the clear and positive correlation between investment in the internet and economic growth. Policies which progress the freedom of expression and free flow of information. The IGF is perhaps more relevant than ever when we consider the important policy questions facing us today. The likes of user privacy, transparency, and data security. There is a clear need to strengthen public trust and confidence in these areas, and only through multi-stakeholder collaboration can we recognize our common interest in supporting policy frameworks that protect and enhance the Internet's value to global business and the wider society. We thank you for the opportunity to participate and look forward to a productive meeting. Thank you very much, Mr. Aladev. Our next speaker is His Excellency, Mr. Edward Vasey, Minister of Culture, Communications and Creative Industries from the United Kingdom. Thank you very much. I'm delighted to be here at the 8th Annual كوزير جديد عندما بدأت في هذا فهذا المنتدى كان رائع فمن الرائع أن نكون في بالي وأن نكون ضيوف على الحكومة الأندونيسية وكان من الرائع أن أقابل السيد الوزير وتفتول وأنا كنت أود أن يحضر هنا وكنت مع في الغداء مع الوزير تفتول بالأمس وجدت أنه عنده 668 ألف متابعين على التويتر وهو أكثر من 50% من من يتابعون رئيس الوزراء البريطاني فمن يقول الحكومة الدرسية لا تأخذ الإنترنت بجدية لم يقابل الوزير تيفاتو ورئيسه فقط على تويتر منذ عام وعنده 3 مليون متابع فهذه الشبكة هي أمة تأخذ الإنترنت بمنتهى الجدية. هذا السيد تيفاتو على المؤتمر الصحفي يقوم
بإرسال رسالة بتويتر وهناك الكلمات تطلق على إطلاق إذا منتدى حوكمة الإنترنت أردن عبر عن تقديري للمجموعة الاستشارية متعددة الأطراف ولأمانة الأجي أف لتفانيهم والإعداد لهذا البرنامج علي الدلالة ومنتدى المختلف وهذه الأحداث اليوم. فادي شهدي لم يكن هنا لا يستمع لكلمتي ولقد أشهد من قبل في ملاحظاتي بمنع من هنا عن عارف أن الأجي أف عندها سجل رائع تشمل استمرار تطور وتلبيه احتياجات الأطراف المعنية من الأعمال والحكومات والمجتمع المدني والمجتمع التقني للتعامل مع التحديات الكبرى التي واجهها صد الإنترنت وكالإنترنت نفسه فأن المنتدى لابد أن لا يمكن أن يظل ثابتا فلابد أن يسار التغيرات ولابد أن يضمن أن يقوم بتلبيه احتياجات الناس. وفي هذا العام سيرى تطبيق العديد من التغيرات الأساسية وتوصيات مجموعة العام الخاص بالتطورات التي رسلها بيتر ميجر. وهذه التغيرات ستكون التغيير في أشكال الجلسات وطريقة الربط الموضوعية وتعزيز الصلات مع المنتديات الإقليمية متعددة التخصصات. وأنا كذلك أن عوائد الجلسات ستكون أكثر وضوحا وأكثر استدامة ونحن نرى أن لابد على المنتدى أن يساير الدول النامية ويستطيع أن يشارك في المناقشات بطريقة أكثر فعالية ومشاركتهم في الحوارات وتبادل المعلومات. فهذا أمر بالغ الأهمية والحيوية من أجل إيجاد الفرصة لإيجاد تحويل استراتيجيتها على الإنترنت بطرق تستطيع أن تساعدهم على النمو وعلى استدامة التنمية. وأعتقد من أهمية كذلك أن أشير أن هناك صلة واضحة بين الأهداف الإنمائية خاصة بالتنمية المستدامة والعمليات التي تقوم بتعزيز اقتصاد المعرفة العالمي وأن حكومة المملكة المتحدة تري أن الأجيف يقوم بلعب دور هام في تعزيز هذه الصلة. وأن المنتدى لابد أن يكون إذا المنتدى مفتوح للجميع حتى يحدث هذا. نحن نعرف أن أحد أسباب أهمية المنتدى هذا من أن ندخل في مرحلة هامة حيث نقترب من 10 أعوام لمراجعة تطبيق ما اتفقنا في تونس في 2005 واليونسكو عقد إذا مراجعة هامة في فبراير الاتحاد الدولي للاتصالات قام كذلك منظمة عالمية للاتصالات قامت كذلك بتنظيم هذا الأمر عن طريق جميع مؤسسي وأطراف الاتصالات من أجل مراجعة عملية 2005 ولكن كذلك للحديث على ما وراء 2015. ونحن نشكر اليونسكو الـ ITU لبدء عملية الاستعراض هذه ولكن نحن نرى الحاجة إلى قمة للويس الثانية في 2015 التي تتطلب عملية تحضيرية كبرى. وأعتقد أنه هناك ما يكفي من التوصيات للعملية متعددة الأطراف أن تمشي من أخذ هذا في الاعتبار من في جميع العمل الأمم المتحدة. ربما نستطيع أن نفعل هذا في اجتماع ونحدد هذا في اجتماع 2015. نحن لا نعتقد أن سيطالب تغيير تأسيسية ولكن استمرار فيما وراء 2015 فيما بعدها من أجل المزيد من التأثير والتنسيق وتجاوز بعض الفراغات. وهناك تحديات رئيسية مثل عملية تقليص الهوة الرقمية وفي القدرة على وجود الإنترنت. أعتقد يجب أن نعمل كثير حتى نستطيع أن نواجه المدارات المختلفة متعددة الأطراف. والمنتدى أثبت أنه أساسيا في هذا. إذا أود أن أختم بقول أن في إطار مراجعة ويزس زائد 10 فأنا قال أجف يحتاج إلى أن يكون عن الريادة والتوعية وأنا أتوجه بهذا الحديث السنوي. فأعتقد أن أرجو أن الأمانة العامة للأمم المتحدة ستكون قادرة على تعيين مستشار خاص على حوكمة الإنترنت في أول فرصة
لأنها أرى هذه النقطة أساسية من أجل تعظيم دور ومساهمة الIGF لتحقيق التنمية المستدامة ومعرفة عالمية واقتصاد معرفة عالمية حقيقية من أجل العودة بالنفع على جميع الدول في العالم. وشكرا. Thank you, Minister Bayes. شكرا جزيلا معالي الوزير. المتحدث التالي والمتحدث الأخير السيد جوفان كوبلاكي لديبلو من مؤسسة ديبلو. السلام عليكم. أشعر أن هناك شعور بالارتياح بأنني آخر المتحدثين، وبناء على ذلك سأتوخى الإجازة على غرار المتحدثين السابقين. معالي الوزراء، الضيوف الأعزاء، يشرفني عظيم الشرف أن أكون في الجلسة الافتتاحية للIFG، وأود أن أتقدم بالتهنئة لكل من شارك في عملية الإعداد والتحضير. ونرى أنه في هذا المركز مؤتمرات الرائع أن الحضور عالي وهناك نشاط، يمكن أن تستمع للدقيق في الردهات. وأريد أن أقول لكم أنني كنت أجلس بجوار رئيس لجنة المنظمة، لديهم تسجيل الآن لأكثر من 2000 مشارك ومسجل من 108 دولة. تهني الحار. وبالأمس حضر الاجتماع رفيع المستوى 500 شخص من أكثر من 50 دولة. إن هذه أنباء رائعة، وسأستغل هذه الفرصة وأن أعلن أو أبلغ اجتماع الIGF لتحديث ونجاح رائع. إذا كانت يمكن أن نفكر أبتي منظمة مقدمي الخدمة الأندونيسية، لقد ذكرهم السيد فادي، وأود منهم أن يقفوا مرة أخرى. أطلب منهم الوقوف. سبب ذكري لهؤلاء الأشخاص أنهم قاموا ببرنامج فريد لتنمية القدرات. منذ سنتين بدأوا بتطوير أنشطة إثارة الوعي وبناء القدرات، وصلوا هذه العملية بإخراج الأعمال والمجتمع المدني والرجال الأكاديمية في الإعداد للIGF. وأعتقد أننا يمكن أن نتعلم منهم، وهي عملية فريدة على الصعيد الوطني لبناء القدرات. أنا أتي من مؤسسة ديبلو، وهي مؤسسة سويسرية تسعى لإخراج الجميع، ومن يعرفونني ويعرفون ديبلو تنجا منعتني من استخدام الرسم، إذن لنستخدم خيالنا حيث أرسم الجدول التالي والذي يلخص ما ناقشناه اليوم. إنه هندسة ما بين الحكومات، المحور الرئيسي هو حوكمة الإنترنت نحو السياسة العليا. نقول إن الحوكمة تدخل في الدور الممتاز للحوكمة على الصعيد العالمي باستخدام مصطلحات كرة القدم. مجلس الأمن ناقش في سبتمبر ما يتصل من قضايا بحوكمة الإنترنت، وأيضا انتقل النقاش إلى الجمعية العامة. والعام الماضي ناقشنا الحوكمة في الفضاء الإلكتروني، ومن ثم نرى نشوء وبروز هذه القضية، قضية الحوكمة. أما المحور الأفقي يحظى بنفس الأهمية، وهو توسيع الأجندة الخاصة بحوكمة الإنترنت. أن القضايا التي ناقشنا هنا
هي مناقشات متزايدة من الجميع. المؤتمر الأخير للWTO منتدى القضايا العامة تناول الاقتصاد الرقمي، ويمكن أن نذهب إلى الحكومات الجدول الأعمال نجد أنها نفس القضايا التي يناقشها المنتدى، والكونغرس ناقش حماية البيانات والخصوصية. إذن نرى توسع عريض لهذا المحور الأفقي. الIGF لن يكون العرض الوحيد، ولكن سيصبح جزءا من المشهد الأعرض. وفي هذا الإطار ينبغي أن نبذل جهدا للمساهمة في هذه العملية. ونرى من الإحصاءات البسيطة أننا جميعنا هنا ندرك أهمية هذه نقطة التحول في تاريخ حوكمة الإنترنت. 5 ورش عمل لأصحاب المصلحة المتعددين، ووفقا للتحليل هناك 40 ورشة عمل تتصل 40% من ورش العمل تناقش القضايا والمؤسسات، وسيصبح من الموضوعات الهامة التي سنقصها أثناء هذا المنتدى. دعوني أقدم إسهاما سريعا نقاط بسيطة خاصة واستنادا للبحث لإيجاد الجيومترية جديدة. أولا أن نستند ونحسن من سياسة قائمة على الدليل، ما هو أثر السياسة التي استحدثناها، وما هي أثر الأنشطة التي نطلع بها في الIGF والICAN والITU. وأستطيع أن أعلن في هذه النقطة أنه في جنيف وبمساعدة الحكومة السويسرية وغيرها من أصحاب المصلحة نحن نخطط لاستحداث منتدى جنيفا أو منصة جنيفا، وذلك للنهوض بالسياسة المستندة للدليل ثم اتساق السياسات في هذه المبادرات والمؤتمرات. ينبغي أن نحاول أن نحافظ على أكبر قدر من الاتساق ونتجنب ازدواجية الجهود. ثم النقطة الثالثة المنطقية هي الاجتمالية والمشاركة والجهود التي تبذل لزيادة مشاركة الأشخاص في مناقشات الIGF على مدى الأيام القادمة. كل الطاقة المتجددة والمشاركة عن بعد ستسفر عن المزيد من الأفكار الحديثة المبتكرة، وأعتقد أن الإنترنت تستحق هذا الجهد، فهي ممكنة رائعة وتمكن البشرية، وكل جهودنا ينبغي أن تكون بالمثل على نفس القدر في جهودنا لإيجاد طريقة مناسبة لحوكمة الإنترنت. وأشكركم. شكرا جزيلا إيفن. الآن سأنقل الكلمة للسيد ساسونغو لكي يدلي بالكلمات الختامية. أصحاب السعادة والمعالي، السيدات والسادة، الضيوف الأعزاء، في نهاية هذا الاجتماع الاستهلالي الافتتاحي إنه من دواعي شرف لأندونيسيا أن تستضيف هذا المنتدى، ويسعدنا هنا أن نتشاطر في الأفكار. فهذا المنتدى يضم أصحاب المصلحة المتعددين، وذلك لتعزيز المنافع التي تعود على مستخدمي الإنترنت. أثناء هذا الاجتماع معالي الوزير الأندونيسي والسيد توف تول سيمبرينغ ذكر من لا يعرف المنظمتين الذين قاموا بالتحضير لهذا المؤتمر، وأفندي وكلتا المنظمتين منظمتين غير حكومتين. إن هاتان المنظمتين بالإضافة إلى منظمات إنترنت وشركات إنترنت ومتطوعين قاموا
بمعظم الجهد والنشاط لكي ينعقد هذا المنتدى بنجاح. وأقول اجتماع رفيع المستوى بالأمس حضروا أكثر من 500 مشارك من أكثر من 50 دولة. إن الحكومة بطبيعة الحال عليها أن تقوم بجهد، ولكن هناك منظمات غير حكومية ينبغي أن تبذل قصارى جهدها أيضا. ودعوتكم جميعا للعشاء اليوم، وآملوا أن هذا يبين أيضا أهمية منظمة أصحاب المصلحة المتعددين، ليس من يعمل على تشغيل الإنترنت، ولكن أيضا في انعقاد منتدى الإنترنت، حوكمة الإنترنت. إنها عملية مستمرة وناشئة، ومن ثم فإن اجتماع الاي جي اف سيكون هناك حوار مشتمل لصناع القوانين والقرارات، وذلك للتأكيد على نمو مستدام وتنمية مستدامة. وبهذه التعقيبات اختتم الجلسة الافتتاحية للاي جي اف 2013. سيكون هناك في الغد الكثير من ورش العمل والجلسات التي تتضمن حوارا وديا وصادقا. مرة أخرى أرحب بكم في بالي أندونيسيا، أشكركم على وجودكم، وأتطلع إلى مشاورات ومناقشات مثمرة في هذا المنتدى، وأشكركم جزيل الشكر. شكرا جزيلا سيدتي وسادتي. أعلن ختام الجلسة الافتتاحية، وشكرا.